واحد والزد هنا بواحد، ده معناه ان الزد ثابته، يعني التكامل بتاع الزد ده اصلا قيمته بايه؟ بزيرو. بصيت بعد ما كملت ورحت طلعت الناتج، لاحظت حاجه. ايه هي الحاجه اللي احنا لاحظناها؟ لاحظنا ان قيمه الشغل المبذول لتحريك الشحنه من نقطه الى نقطه أخرى لا تتأثر بالمسار. يعني إيه لا تتأثر بالمسار؟ يعني الناتج طلع معانا شبه الناتج اللي فات. لو انتوا لاحظتوا في بداية المسألة لما كان المسار دايرة طلعنا الناتج بسالب علامة 962 جول، وما قلنا لا خلاص انا مش هتحرك على دايرة ده انا هتحرك على خط مستقيم، طلع الناتج معايا بنفس الايه، بنفس القيمة. طيب ده معناها ايه يا باشمهندسين؟ ده معناها ان بيقول لهوت، او دي حته مهمه جدا جدا جدا، وده سؤال كنا جبناه في الميد تيرم لو انتوا فاكرينه، قلنا ان الورك دان بتاعنا از اندبندنت، يعني ما بيتاثرش اوف ذا باس تيكن ان ذا الكتروستاتيك فيلد، يعني ما بيتاثرش بالايه؟ بالمسار. طالما نقطه البدايه ونقطه النهايه واحده، اذا النواتج بتاعتي واحده، ماليش دعوه انا اتحركت من البدايه للنهايه دي على دايره على خط مستقيم على ايه بالذي، ولا فارق معايا. فدي الخلاصه الملحوظه اللي احنا طلعنا بيها. ثم بعد كده بقى ابتدينا نقول لحضرتك ايه، طيب تعالى نشوف بقى حته بطاية صغيرة كده. بيقول لي والله لو انا عايز done carrying the positive charge Q about a circular of radius rho واحد centered at the line charge. يعني احنا جينا بنقول لحضرتك الوقت انا موجود معايا line او infinite line charge اهوت، الشحنة بتاعتي عليه اللي هو الرو ال، وعايزين نشوف نحسب الشغل المبذول بتاعي من خلال ان الدي ال بتاعي، لو انتوا خدتوا بالكم الدي ال بتاعي عبارة عن اللي هيتحرك على خلال الدائره اللي موجوده معايا دي، اذا المتغير بتاعي هي الزاويه الفاي بتاعتي. طب اذا الدي ال بتاعتي اللي انا اتكلمت قلت انا شغال في السلندريكال هتبقى عباره عن الرو في الدي فاي في اتجاه الايه الفاي، على اساس ان الفاي هي اللي هتتغير معايا. فقلت خلاص قانون الاي بهذا الشكل، والدي ال زي ما احنا متفقين مع بعضنا طالما قلت سلندريكال يبقى في معايا في اتجاه الرو والفاي والزد، وانت هنا بتقولي لا ده انا المركبه اللي هتاثر معايا اللي هي اتجاه الفاي بس، لان دي اللي هتتغير معايا الزاويه دي هي اللي هتتغير معايا، وبالتالي انا اهملت الزد واهملت الرو. جيت بعد كده قلت لك خلاص يبقى قانون الشغل المبذول بتاعي عوضت ضربت الاي دوت دي ال، واحنا بنضرب ضرب الدوت لو خدت بالكم فاكرين زمان اما كنا بنيجي نضرب الاي رو في الاي فاي طلع الناتج بتاعي بكام؟ بزيرو. طب ده معناها ايه يا باشمهندسين؟ ده معناها if the bus المسار بتاعك is always perpendicular to the electric field. لو كان دلوقتي الباص بتاعي عمودي على الالكتريك فيلد انتنستي، ساعتها الورك دام بتاعي هيكون بكام؟ هتقول الورك دام بتاعي هيكون بزيرو. اذا لو هو كان متعامد او عمودي او بيربنتيكولار، ساعتها اقدر اقول لك ان الشغل المبذول زي ما احنا ثبتناه هنا هو قيمته بايه؟ قيمته بزيرو. برضه هنا نفس الكلام، دلوقتي لو قلت لك لا لو انا عايزه احسب بقى الشغل المبذول بتاعي، انا معايا هنا اهو انفينايت لاين تشارج اهوت، ولكن انا عندي شحنه هنا عايزه انقلها من النقطه A الى النقطه B، وخلال المسافه ديت وعايزه اشوف دلوقتي هتبقى عباره عن ايه او الشغل بتاعي هيبقى عباره عن ايه. دكتور بعدين لحضرتك اتفضل. بقول لك بس الصوره مش باينه عندنا. الصوره مش باينه؟ فمش عارف بقى دي عندي انا لوحدي ولا عند الكل. عندك انت يا باين عندنا يا دكتور. الصوره ظاهره. الصوره ظاهره؟ إيه انا بعرض من الباور بوينت. ايوه كده تمام كده تمام ظهرت كده. يا سبحان الله. طب الحمد لله. ماشي. ماشي شكرا. وحد مسجل في الكول. طب كويس كده والله ان انت وقفتنا كده، انا ايه حاسه يعني ان في ناس معانا، مش ان انا حاسه ان انا حاسه ان الناس نايمه. نعم لا احنا موجودين يا دكتور. ومحمد علي معانا في الموضوع ولا مش معانا؟ معاك. يا اخيرا جيت يا محمد باشا. ماشي يا محمد الحمد لله على السلامه. كنت باكل والله. كنت بتاكل لوحدك كمان؟ بتاكل لوحدك؟ طب يعني الناس الحلوه، الناس الحلوه اللي قاعدين يا محمد يا علي دون يعني ومنتظرين، مفيش اي حاجه كده تفوتها عليهم؟
لا والله يعني ده هنا لا ينطق الا الواحد بيطبخ لنفسه. يا عم ولا يهمك، بصلة المحب خروف مش مشكلة. ماشي يا دكتور على عيني. تسلم عليك يا دكتور محمد علي. طيب نكمل يا شبابنا. ماشي يا دكتور كمل. تمام. قال لي طيب لو انا دلوقتي لا انا عايزه دلوقتي احسب الورك، احسب الشغل المبذول بتاعي عشان ابتدي احرك شحنه من موضع اللي هي النقطه A اللي موجوده معانا الى النقطه B اللي هو خلال او على الخط اللي موجود معانا دوت، ولكن نتيجه وجود اللي هو لاين تشارج للشحنه بتاعتي اللي هي الرول في الشكل اللي قدامنا ده. فبيقول لي ايه، وي ويل ناو كاري ذا تشارج فروم، انا عايز احرك الشحنه بتاعتي من النقطه A للنقطه B خلال الراديال باث بتاعي او المسار بتاعي دوت. نفس القانون بتاعنا مش هيتغير، ان الشغل المبذول هو عباره عن سالب كيو تكامل من النقطه الانيشال للنقطه الفاينل بتاعتي، وبروح اشوف الاي بتاعتي عباره عن ايه ثم اضربها ضرب دوت في الدي ال. طب تعالوا نشوف مع بعضنا كده يا شباب. انا هنا الاي بتاعتي هنا هتبقى عباره عن ايه، خلي بالكم الاي معايا هنا، انا معايا ده لاين تشارج اهو مشحون اهو بشحنه اللي هو الرو ال، هتبقى عباره عن الرو ال على 2 باي ابسلون نوت رو في اتجاه الرو ده، دي الاي دوت دوت مين بقى دوت دي ال. طب انا هنا الدي ال هنا هتبقى عباره عن ايه، خلي بالكم مش احنا من شويه قلنا نفس المثال ده اهو قلنا من شوية، ولكن كان معايا الدي ال في السلندريكال، وكان معانا في السلندريكال في المثال اللي قبليه قلنا الدي ال هتبقى عبارة عن الدي رو في اتجاه الرو ورو في اتجاه الفاي اي فاي والدي زد في اتجاه الاي زد، ولكن هنا اما قلنا المتغير معايا بتاعتي هي الفاي على اساس وانا بتحرك في الشكل اللي موجود معانا ده، الفاي هي اللي بتتغير، الزاوية بتاعتي هي اللي بتتغير، انما انا دلوقتي مش الزاوية هي اللي هتتغير بقى، لا امال ايه بقى دلوقتي اللي انا هقول هو المتغير معايا هو المتحكم معايا وابتدي اهمل الباقي في المثال بتاعنا الجديد دوت. قال لي انا شغال هنا على المسار دوت، المسار ده اللي هو الار بتاعتي او الرو بتاعتي هي اللي هتتغير، يبقى انا ههمل المركبه بتاعت الزد ماليش دعوه بيها وههمل المركبه بتاعت الفاي، اذا هتبقى المركبه بتاعتي الفعاله بتاعتي اللي هي عباره عن مين، اللي هي عباره عن الدي رو في اتجاه الرو. طبعا وانا بضرب ضرب دوت بضرب اللي قدام الاي رو هنا في اللي قدام الرو هنا، يبقى لي الشكل اللي معايا ده، هبتدي اروح اكمله. طبعا الرو اللي ده ثابت والاثنين باي ابسلون نوت ده ثابت، فبرمي الثوابت دي ايه بره وابتدي اكامل واحد على رو اللي هو عباره عن لين رو، وابتدي اعوض بحدود التكامل يطلع لي القانون اللي قدامي ده. خلي بالكم من القانون ده، الشويه اللي قدام اللين دول كلهم ثوابت، القيود ده ثابت والرو اللي ده رقم بيدهوني واثنين باي ابسلون نوت ده كله ثابت، اذا اللي هيتحكم معايا هو لين البي على الاي، حيث ان البي البي خلي بالكم هنا مش انا الشحنه دي بنقلها من النقطه A للنقطه B ببذل شغل، فاذا الاي دي بدايتي والبي دي نهايتي، لو كانت قيمه البي اكبر من قيمه الاي ده معناها ان اللين ده هيكون قيمه موجبه، ولو كانت البي اقل هيكون قيمه سالبه، او حتى لسه اللي تحت اهو بيقول لي لو البي دي از لارجر ذان يعني اكبر من الاي يبقى اللين ده هيكون قيمه بوزيتيف، ولو كانت اقل يبقى الناتج هيكون قيمه ايه نيجاتيف. القانون ده نخلي بالنا منه كويس جدا يا باشمهندسين عشان هنستخدمه بعد شويه تاني. طيب اذا احنا طلعنا بكل كلامنا اللي احنا قلناه دوت، اتكلمنا على ان الشغل المبذول لتحريك شحنه من موضع لموضع اخر في خلال مسار اسمه ال L، قانونه هيبقى عباره عن سالب كيو تكامل الانيشال للفاينل ال E دوت دي L، ده القانون اللي احنا عمالين نلعب حواليه وعمالين نتكلم حواليه. اذا انت ما تيجي تقول لي انا عايز احسب شغل مبذول على طول احط القانون ده، ثم ابتدي ادور بقى اشوف فين ال E واشوف فين ايه ال D L واتكلم عليه. طيب قلنا حبينا نستفاد من حته الشغل المبذول ده باننا نجيب حاجه اسمها البوتنشنال ديفرنس اللي هو فرق الجهد اللي احنا بنسميه الفي. قال لي ايه هو بقى فرق الجهد ده يا باشمهندسين؟ قال لي از ديفايند از ذا ورك دان، هو الشغل المبذول، باي ان اكسترنال سورس من خلال مصدر خارجي، ان موفينج لتحريك اي يونت بوزيتيف تشارج. يعني ايه يونت بوزيتيف تشارج؟ يعني شحنه او وحده الشحنات الموجبه فروم وان بوينت تو انذر ان ذا الكتريك فيلد.
قال لا. طب ما هو نفس القانون ده يا باشمهندسين، انا لسه حاسه من شويه البوتنشال ديفرنس ده شبه القانون اللي فوق بتاع الشغل المبذول. قال لي اه، ولكن انت بتقولي لوحده الشحنات، يعني اكن الشحنه دي قيمتها بواحد، او اكنك بالبلدي كده رحت قسمت على الكيو. اذا نطلع قانون جديد ان البوتنشال ديفرنس او فرق الجهد هو عباره عن سالب تكامل، شيل الكيو دي خالص، من الانيشال للفاينل الاي دوت دي ال. اذا لو انا جبت لك مساله وطلبت منك تحسب لي الشغل ثم طلبت منك تحسب لي البوتنشال ديفرنس، تعمل ايه؟ طالما انت طلعت الشغل اقسم الشغل على الكيو، يبقى انت كده طلعت الفي وانتهى الموضوع، ولا تلف ولا تدور ولا انت تقعد تفكر في اي حاجه. طيب هنا نفس الكلام، قال لي طيب انا بقى لو انا بقى بقول انا عايز احسب البوتنشال ديفرنس فرق الجهد بين النقطه ايه من النقطه ايه للنقطه بي، هعمل ايه؟ تقول لي سالب تكامل اخر واحده احطها في البدايه من البي للايه الاي دوت دي ال. تقول لي ما هو نفس القانون اللي انا لسه واخده من شويه، انت هتقرفينا يعني، ما هو القانون ده انا لسه واخده من شويه بس كان في كيو هنا وكان اسمه الورك دان او حرف الدبليو اللي هو شغل المبذول، اسمع كيو اداني فرق الايه فرق الجهد. بس خلي بالكم يا باشمهندسين ان انا هنا بقول لك ده عباره عن فرق الجهد بين نقطتين، يعني انت عندك بدايه وعندك ايه وعندك نهايه. قال لي طيب جينا نفس الكلام من شويه، لو انتوا خدتوا بالكم فاكرين المثال ده لسه من شويه كنا قايلينه، اما قلنا ان انا عندي ادي دي شحنه بتاعت اهي متوزعه على لاين، وعندي عايز احرك الشحنه من النقطه A للنقطه B. لو انتوا فاكرين القانون ده لسه من شويه ثابتينه، القانون ده اما كنا ثابتينه كان طلع في الاخر هو عباره عن ايه كيو في الرو ال على 2 باي ايبسلون نوت لين بي على الايه. طب نفس القانون ده لو انا بقى طلبت منك قلت لك انا عايزه احسب فرق الجهد اللي بين النقطه دي والنقطه دي، تقول لي القانون اللي انا لسه جايبه ده هو مجرد اقسمه على الكيو، اذا الكيو هتروح مع الكيو اللي في البسط، يطلع لي مين؟ يطلع لي فرق الجهد بين النقطتين. من هنا بقى يا باشمهندسين ابتدينا نتكلم على جزئيه تانية مهمه جدا، الا وهي ايه الجزئيه التانية؟ كل اللي احنا بنقوله ده كلاته ما هو الا نفس المضمون بتاعنا يا باشمهندسين. قال لي طيب انا لو جيت وقلت لك دلوقتي انا عندي قانون الاي اللي هي كانت لو انا بقول في اتجاه الار يبقى الاي ار في اتجاه الار، اللي هي نفس القانون اللي كنا واخدينه قبل كده اللي هو كيو على 4 باي ايبسلون نوت ار سكوير، والدي ال اللي انا بتكلم على ان المركبه بتاعتي اللي هي الار هي اللي فعاله اللي موجوده معايا. لو ضربت دول في بعضيهم يا باشمهندسين الاي دوت دي ال ورحت كملت من بدايتي لنهايتي، طبعا ما فيش هنا كيو لان انا بحسب فرق الجهد، اللي هيطلع لي موجود معايا هبص الاقي ان الكيو ال 4 باي ابسلون نوت دوت هو عباره عن ثابت برميه بره، وباجي ابتدي بعد كده اروح اكامل واحد على ار تربيع، طبعا واحد على ار تربيع ده اما طلع الار تربيع دي فوق تبقى ار اس سالب 2 وازود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد تطلع لي ساعتها يبقى اسمها سالب واحد على ار، ثم اعوض بحدود تكاملي اللي هي الار بتاعتي من ار اي للار اي بي، وبعدين ادخل السالب ده جوه فيطلع لي في الاخر خالص. ده مش اثبات بس، انا عايزاك بس تعرف لي في الاخر ان القانون بيقول لي ايه بقى. لو انا عايزه احسب فرق الجهد بين نقطتين اي وبي اقدر اقول لحضرتك ان هو عباره عن كيو على 4 باي ابسلون نوت في 1 على الار ايه ناقص 1 على الار بي. طيب من كل الكلام اللي احنا ده يا باشمهندسين ابتدينا نطلع منه بخلاصه صغيره، ايه هي؟ انت قلت فرق الجهد بين النقطتين اللي هو الفي اي بي هو عباره عن الفي ايه ناقص الفي بي. طب ما ده فرق الجهد بين النقطتين، ما ينفعش منه اجيب قيمه الابسوليوت بوتنشال او قيمه جهد نقطه معينه؟ اللي ينفع ازاي بقى ان انا احط نقطه من النقطتين دول وليكن النقطه بي احطها عند الانفينيتي عند الملا نهايه، اشمعنى؟ قال عشان جهد الملا نهايه هيكون بزيرو. طب وده جه منين جهد الملا نهايه بزيرو؟ انت مش لسه من شويه قايل ان قانون الجهد هيعتمد على واحد على ار، ومعنى ان انا بقول لك الار دي في ملا نهايه يعني بعيده قوي قوي يعني كبيره جدا، الار دي بملا نهايه واي رقم على ملا نهايه بزيرو، ساعتها القانون بتاعي مش هيبقى فيه الا مدلول نقطه واحده بس، وبكده تقدر ان انت تحسب فرق جهد نقطه واحده اللي احنا بنسميه الابسوليوت بوتنشال. يبقى اما كنت برضو في الميد ترم كنت بسالك عن الحته دي بقول لك احسب لي الابسوليوت بوتنشال، كنت بس محتاجه منك تقول لي ان انا جهد النقطه الثانيه هيبقى بزيرو، وبالتالي انا كده بحسب جهد نقطه واحده وليس فرق الجهد بين النقطتين. طب والجهد ده هيبقى بزيرو ازاي؟ قال لي اما احط النقطه الثانيه عند الايه عند الانفينيتي او عند الماله نهايه.
وطبعا نفس القانون. خلاصة اللي احنا قلناه ده بقى، طبعا احنا زي ما احنا متفقين مع بعضينا ان انت دلوقتي في، يعني مش في وضع ان انت بتمسك الليلة وحرف حرف ده كله، لا. انا فين الخلاصة بتاعتي؟ الخلاصة بتاعتي كل اللي احنا شرحناه في فرق الجهد دوت بين النقطتين، خلاصته كله اهو يا سيدي القانون اللي موجود قدام عينيك ده، اللي هو ان فرق الجهد بين النقطتين عبارة عن الكيو على 4 باي ابسلون نوت في 1 على الار اي ناقص 1 على الار بي، اللي هو الفي اي بي هو عبارة عن في اي ناقص الفي بي. ده القانون اللي هو خلاصة الليلة كلها اللي احنا عمالين نلف وندور حواليه. طيب نفس الكلام هنا بقى، عمال يقول لك طب لو النقطة دي كانت عند ما لا نهاية، اذا 1 على ما لا نهاية بزيرو، اللي احنا لسه عمالين ايه نقول لك من عليه. اذا جنرالي عموما بقى يا باشمهندسين، هنلاقي ان الفي او فرق الجهد بتاعي او الفي او البوتنشنال بتاعي هو عبارة عن الكيو على 4 باي ابسلون نوت في الار، وتبقى واخد بالك ان فرق الجهد بتاعي بيتناسب تناسب عكسي مع الار، الفي بتتناسب تناسب عكسي مع مين؟ مع الار. طيب جينا بعد كده وقلنا في عندنا مفهوم او حاجة اسمها ايكو بوتنشنال سيرفيس. يعني ايه ايكو بوتنشنال سيرفيس؟ اللي هو سطح متساوي الجهود. إكوي اللي هي جاية من كلمة إيكوال اللي هو أول ثلاث حروف دول، إكوي اللي هي إيكوال يعني بوتنشنال جهد سيرفيس يعني سطح، يعني سطح متساوي الجهود. قال لي مين السطح متساوي؟ من اسمه كده متساوي الجهود، يعني كل الجهود اللي عليه واخدة نفس القيمة. قال لي الإيكو بوتنشنال سيرفيس إز أ سيرفيس، هو سطح كومبوز أوف أول ذوز بوينتس هاف، اللي كل النقاط اللي بيتكون من كل النقاط اللي موجودة عليه، هافينج ذا سيم فاليو أوف بوتنشال، نفس قيمة الإيه؟ نفس قيمة الجهد. يبقى أنا كده ممكن أسألك كده وأقول لك إيه، نقط سؤال أكمل أهو، نقط إز أ سيرفيس هو عبارة عن سطح كومبوز بيتكون من اوف اول ذوز بوينت اللي كل النقاط عليه هاف ذا سيم فاليو اوف ذا بوتنشال، يعني مين دوت اللي بيتكون من كل النقاط على السطح دي بيكون لها نفس الجهد. تقول لي ده اسمه سطح متساوي الجهود اللي بنقول عليه الايكو بوتنشال ايه سيرفيس. وطالما زي الشكل اللي قدامنا ده، طالما انت بتقول السطح ده كله متساوي الجهود، اذا ساعتها اما احب يبقى عندي نقطة عند اي مكان وعايز انقلها من النقطة دي لنقطة تانية، يا ترى هبذل جهد يا باشمهندسين؟ هتبذلي جهد ليه؟ هو في فرق؟ قصدي هبذل شغل. هتقولي هتبذلي شغل ليه؟ هو في اصلا فرق جهد عشان تقولي انا هبذل شغل؟ اذا ده معناه ان نو ورك، مفيش شغل، is involved in moving a charge around on the equipotential surface، يعني مفيش شغل هيبقى مبذول لتحريك الشحنات بتاعتي في السطح او حوالين السطح اللي بنقول عليه سطح متساوي الجهود. طيب خلي بالك برضو بيقول لي ان الايكو بوتنشال سيرفيس او السطح متساوي الجهود ان ذا بوتنشال فيلد هو عباره عن ابوينت تشارج ار سفيرز سنترز از ذا بوينت تشارج. بيقول لك يعني ده عباره اكن عند حضرتك كده بوينت تشارج كده موجوده في السنتر في المنتصف كده في المركز بتاعنا اهيت، وخارج طبعا زمان كنا بنقول لحضرتك لو الشحنه بتاعتي مجاوره فيبقى اتجاه المجال كله بيبقى الايه لبره للخارج. فبيقول لك اكن كده عندي ده السنتر وده كله عباره عن سفير او عباره عن قور موجوده معايا، وطبعا اتجاه المجال اهو زي ما احنا شايفين بهذا الشكل، واتجاه المجال هيكون عمودي طالما طالع من المركز هيكون عمودي على الايه على السطح. يبقى دي كلها صفات او خصائص الايكو بوتنشال سيرفيس او السطح متساوي الجهود. طيب احنا عايزين نعرف ايه تاني؟ كل بس الحتة اللي بعد كده كلها للعلم بالشيء ولا الجهل به. كل اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده يا باشمهندسين ان انت عندك شحنة واحدة موجودة في السيستم بتاعي، موجودة في المجال بتاعي. لو انا جيت قلت لك بقى طب لو انا عندي سيستم، يعني ايه سيستم؟ يعني نظام. ايوه يعني ايه نظام؟ يعني قال لي يعني في معايا مجموعة من التشارجز، مجموعة من الشحنات، اذا كل شحنة هتبعد مسافة اسمها الار. فهنيجي نقول لك اذا الفي بقى الوقت بقى عبارة عن الكيو الاولانية على 4 باي ابسلون نوت ار ناقص ار 1، والكيو الثانيه ار ناقص ار 2، والكيو الثالثه وهكذا. ده بس ده مجرد بس بيفهمك ان انا لو عندي مجموعه من الشحنات فما اجي احسب الجهد بتاعي او البوتنشال فيلد بتاعي هيبقى عباره عن سمشن الكيوهات دي كلها، بجمع ده زائد ده زائد ده زائد ده. ده بس قانون للعلم بالشيء، وتبقى فاهم ان انا لو عندي سيستم بعمل فيه ايه، وهو نفس القانون موجود معايا. اذا كده اللي احنا قلناه ده يا باشمهندسين من بداية محاضرتنا النهاردة
اخر جزء احنا وصلنا ليه هم عبارة عن جزئين اتنين ملهمش تالت. ايه هم الجزئين دول؟ اتكلمنا عن ايه هو الورك دان او الشغل المبذول لتحريك شحنة من موضع الى موضع تاني، من مكان لمكان تاني عن طريق مسافة احنا سميناها الدي ات. خلاص عرفنا القانون بتاعي كان هو نفس القانون ده بس كان فيه كيو الناحية دي. ثم عرفنا قانون فرق الجهد بقى اللي هو بقسم الشغل المبذول ده على الكيو يديني فرق الجهد بين نقطتين الفي اي بي اللي هو عبارة عن الفي اي ناقص الفي بي، وده اسمه فرق جهد بالنقطتين. لو انا عايز احسب جهد نقطه واحده بعتبر ان النقطه الثانيه يكون جهدها بزيرو، يعني النقطه الثانيه بحطها في الانفينيتي عشان تبقى الار بتاعتها بكبيره ويبقى الجهد بتاعي ساعتها بزيرو واقدر احسب جهد نقطه معين. ده تقريبا المحاضره السادسه ودي الاجزاء المهمه قوي قوي اللي انت معرض ان انت تتسال فيها. طبعا المحاضره دي كلها يا باشمهندسين انا بمسك المحاضره بشوف ايه المهم فيها من ناحيه المسائل. طبعا احنا في مثال معانا اهو مثال من الامثله المهمه، والمثال ده يا باشمهندسين كان مديك مسار دايره، ورجعنا في مثال بعديه قلنا لك طب لو انا عايزه معادله خط وعرفنا ازاي اجيب معادله الخط بدلاله معرفه نقطه البدايه ونقطه النهايه، اللي هي نقطه البدايه اللي هي 1 و0 و1 والنهايه اللي هي 8 من 10 6 من 10 1 عن طريق معادله الميلي اللي احنا لسه قايلين عليه. فالحاجات دي نكون عارفينها كويس جدا جدا جدا. طيب الكلام ده كان بالنسبه للمحاضره الستة. تعالوا نشوف مع بعضينا كده يا باشمهندسين محاضرة تانية، وبرضو دي كانت من المحاضرات المهمة جدا جدا. ثواني أشير لحضراتكم. ايه واضحة قدامكم المحاضرة اللي هي رقم 7 دي؟ واضحة ولا ايه النظام عندكم؟ اخواتنا. طيب تمام ماشي يا محمد. طب المحاضرة دي بقى بنتكلم فيها عن ايه؟ يعني ادينا الخلاصة بتاعتها. قال لك والله الخلاصة ان احنا كنا يعني انا اروح اديك الفي هو اللي يبقى معلوم واطلب منك تحسب لي الاي بتاعتي هتبقى بكام؟ قال لي طيب الكلام ده بقى هنقدر نحسبه ازاي بقى؟ قال لي هنقدر نحسبه من خلال حاجة اسمها البوتنشال جريدينت. ايه البوتنشال جريدينت ده يا باشمهندسين؟ قال لي عشان تحسبي الفي من الاي، قال لي الفي هي عبارة عن سالب تكامل الاي دوت دي ال، سالب تكامل الاي دوت دي ال. قال لي طيب ده لو انا بقول قانون الفي عموما، لو انا باخد كجزء صغير باخد بقول الدي في او قلت لك فاضل المعادله دي، يبقى الدي في هتبقى عباره عن التكامل بيلغي التفاضل، الاثنين يروحوا مع بعض هتبقى سالب اي دوت دي ال. طب ضرب الدوت ده يا باشمهندسين فاكرين زمان قلنا طبعا الدي، قبل ما اقول لك ضرب الدوت دي، مش احنا زمان كنا نقول ان الدي ده يعني جزء صغير ان انا ممكن اسميه الدلتا؟ قلت لي ماشي. فساعتها سميت لك قلت لك يبقى الدلتا في هي عبارة عن سالب اي في الدلتا ايه؟ في الدلتا ال. قلت لي مفيش مشكلة. طب من هنا بقى يا باشمهندسين لو انا عايز اشيل ضرب الدوت ده، وقلت لك يعني الدوت ده عبارة عن مين؟ قلت لي هو عبارة عن ضرب الفيكتور الاولاني او الحاجة الاولانية في الحاجة التانية في كوزين الزاوية اللي بينهم. فقلت لك خلاص يبقى عبارة عن سالب اي في مضروبة في الدلتا ال مضروبة في كوزين الزاوية اللي بينهم اللي احنا سميناها السيتا. ومن هنا اما رحت قسمت الدلتا في على الدلتا ال يبقى ادي سالب اي كوزين ايه؟ كوزين سيتا. وده اللي احنا طلعنا منها خلاصة في السلايد اللي معانا دي، اللي هو مقدار تغير الجهد بالنسبة دي المسافة اللي هي ال اللي بتاعتي عبارة عن سالب الاي كوزين سيتا. طب الكلام اللي انت بتقول عليه ده بقى ماله بقى؟ قال لي والله يا ستي الدلتا في او الدي في باي دي ال دوت قلنا هيبقى عبارة عن اقصى قيمة ليها هتكون بكام؟ خلي بالك انت بتتكلم على الماكسيمم. يعني ايه بتتكلم على الماكسيمم؟ يعني انت عايز اقصى حاجة ان يكون الناتج ده قيمته موجبة، حاجة موجب. فاذا ايه هي الزاوية اللي كوزين بتاعها هيبقى كوزين سيتا بتاعتها هتكون بسالب واحد عشان يبقى ده سالب ونضرب في السالب بقى ده ايه؟ بقى ده موجب. فجي قال لي ايه بقى؟ قال لي اذا انا عايز الوقت ان كوزين سيتا ده يكون قيمته بايه؟ بسالب عشان اوصل الى الماكسيمم عشان السالب في السالب يبقى بموجب. قال لي دلوقتي احنا في معانا بعض الخصائص اللي موجوده معانا من خلال علاقه الاي بالفي اللي موجوده معانا دي. ايه هي الخصائص دي؟ قال لي اول حاجه ذا ماجنتيود اوف اي، يعني الماجنتيود او القيمه بتاعه الاي. اقدر احسبها ازاي؟ اقدر احسبها من خلال ان انا اجيب الماكسيمم بتاع معدل تغير، ما هو دي ده اللي هو معدل تغير، معدل تغير مين؟
الفي بالنسبه للديستنس اللي هي المسافه اللي هي ال ده كماجنتيود. اذا انا دلوقتي يا باشمهندسين لو انا رحت فضلت الفي بتاعتي بالنسبه لل فضلتها وقلت عند اقصى قيمه ليها خالص اللي هو من الاخر كده ان كوزين زيتا دي تبقى بسالب واحد كده هقدر اجيب الماجنتيود او القيمه بتاعه الاي نفسها والالكتريك فيلد الدنسي كماجنتيود. قال لي طب وبالنسبه للدايركشن بقى؟ قال لي this maximum value v is obtained اقصى قيمه دي بنحدث عليها امتى؟ قال لي when the direction of the distance ماله؟ قال لي is opposite to e هحدث على اقصى قيمه دي اما يكون الدايركشن بتاعي او الاتجاه بتاعي ماله يا باشمهندسين؟ قال لك الاتجاه ده عكس الاتجاه ده. ليه عكس الاتجاه ده؟ مش انت بتقول انت عايز الكوزين او الزاويه بتاعتي تكون بالسالب؟ معنى ان الكوزين بتاعتي بالسالب يعني لو انا قلت ده اتجاه الاي وده اتجاه الدلتا ال اهوت وده المسافه وده الزاويه اللي بينهم اللي هي السيتا عشان تحدث اقصى حاجه يبقى اتجاه الاي لو كان بهذا الشكل في هذا الاتجاه يبقى الدلتا ال دهوت يجي الناحيه دي ويبقى في الاتجاه المعاكس. ده يديك اقصى ايه؟ اقصى قيمه موجوده معايا اللي هو يبقى الاثنين عكس ايه؟ عكس بعض. طيب الكلام اللي احنا قلناه ده يا باشمهندسين واتفقنا وقلنا المهم في الليلة دي كلها، المهم في الليلة دي كلها إن أنا من الآخر عايز أحسب الـ E. طب هتحسبها منين يا عم الحاج؟ قال لي من خلال معلومية الـ V. طب يا سيدي، قال لي طب أقدر أجيبها إزاي؟ ما إحنا لسه قايلين القانون، قلنا القانون بتاعنا إن الـ E هتبقى عبارة عن سالب تغير الـ V بالنسبة للـ L عند أقصى قيمة، قال لي في اتجاه النورمال. عشان كده راحوا سموا الحته دي بقى من الاخر الخلاصه بقى، قال لك الاي هي عباره عن سالب جراد الفي. يبقى الاي عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ سالب جراد الفي. يبقى من الاخر لو انت معاك الفي روح جيب لها الجراد واضربها في سالب كده انت جبت الاي. ده خلاصه الليله كلها يعني اللي احنا بنتكلم عليه. قال لي طيب من هنا بقى يا باشمهندسين ابتدوا بقى يطلعوا لنا شويه قوانين كده حلوه كده. ايه هي القوانين الحلوه ديت؟ خلاصه القوانين دي الصفحه دي ولا بص فيها خالص، والصفحه دي بقى هي المهمه. ايه هي؟ ان انا طلعت قانون هيقابلني بعد كده مرارا وتكرارا بيقول لي ايه؟ ان الاي بتساوي سالب جراد الفي، سالب نابله الفي، سالب دل الفي، سالب مثلث مقلوب الفي. يعني تقولها زي ما تقولها المهم تبقى تعرف تجيبها بس. طب مين النابلة دي او مين الجراد دوت او مين الدل دوت او مين المثلث المقلوب ده؟ قال لك المثلث ده احنا عارفينه قبل كده اللي كان اسمه الدل اوبريتور لو انتوا فاكرينه اللي بنقول عليه هو بارشل باي بارشل اكس زائد بارشل باي بارشل واي في اتجاه الواي زائد بارشل باي بارشل زد في اتجاه الزد. اذا هنا يا باشمهندسين انا هنا هفاضل بالنسبه للاكس والواي والزد، مش لازم. امتى هفاضل بالنسبه للاكس والواي والزد؟ لو انا شغاله في الكارتيزيان او اللي احنا بنسميه ريكتانجولار كوردينيت. فاذا لو انت شغال في الكارتيزيان تقدر تقول لي اجيب ازاي بقى ساعتها الجراد في؟ تقول لي ان انا هروح افاضل الفي اللي انت هتداني في راس السؤال هفاضلها بالنسبه للاكس في اتجاه الاكس وهفاضلها بالنسبه للواي في اتجاه الواي وهفاضلها بالنسبه للزد في اتجاه الزد. ده اللي اسمه جراد الفي. طب لو انا شغال في السلندريكال، ركز معايا، سلندريكال يبقى انت معاك المتغير معاك او الاتجاهات اللي معاك الرو والفاي والزد. الزد زي الزد، ان انا لو انا عايز اجيب الجراد الفي يبقى اروح افاضل الفي بالنسبه للزد، ده الزد. طب بالنسبه للرو برضو سهله، ان انا بفاضل الفي بالنسبه للرو. الحته الزياده ان انت وانت بتفاضل الفي بالنسبه للفاي انا بس بتبقى مضروبه في حته قدامها او في مركبه قدامها اسمها الواحد على رو، ده اسمه الجراد الفي في حاله السلندريكال. طب في حاله الاسفريكال سهله جدا الاسفيريكال بقى، ايه هي الاسفيريكال؟ قال لي الاسفيريكال بيبقى معايا بدل الرو في معايا الار وبدل الفاي والزد بيبقى معايا سيتا وفاي. طب انا لو جيت بصيت لو انا لاحظت كده ان اول مركبه خالص كلهم على طول انك بتفاضل بالنسبه لاكس بتفاضل بالنسبه للرو بتفاضل بالنسبه للار ما فيهاش مشاكل. تاني مركبه هنا كنت بتفاضل بالنسبه للواي هنا بفاضل بالنسبه للفاي وضربت في واحد على رو، هنا هفاضل بالنسبه للسيتا وهضرب برضو في واحد على رو بس هنا ما اسمهاش رو هنا اسمها ار يبقى بضرب في واحد على ار. بالنسبه بقى للفاي اللي كانت معانا هنا برضو بضرب في واحد على ار نفس اللي فاتت ده بس بزود معايا هنا معايا ساين سيتا. يبقى ده كله مش مهندسين ما هو الا بتبقى عارف اجيب ازاي الجراد في حاله
لو انا مسألت كانت في حالة بتاع دوت الريكتانجولار او اللي احنا بنسميها الكارتيزيان او في حالة السلندريكال او في حالة السفيريكال. وده خدنا مثال عليه بسيط جدا ممكن يجي لك واحد سهل زيه كده. والمثال ده جميل قوي 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 مهم جدا يعني خلي بالك. بيقول لي given a potential field. مين البوتنشنال فيلد دوت اللي هو الفي يعني مديك الفي. الفي مداني 2 اكس تربيع واي ناقص 5 زد يعني الاعمى يلاحظها. ايه هي؟ ان الفي موجوده معايا فيها اكسات وايات وزدات. يبقى انا شغاله في انهي كوردينيت؟ شغاله في الكارتيزيان. بيقول لي ات ابوينت بي عند نقطه اسمها بي احداثيها سالب 4 و3 و6. انا عايز احسب شويه حاجات كتير. اقول لك تحت امرك ايه اللي انت عايزه؟ انا عايز ادي اول مطلوب عايز احسب الفي بتاعي بكام. تقول لي ما الفي قدامك اهي. اقول لك بس انا عايز احسب الفي عند النقطه دي يعني الفي اللي قدامك ده عوض بالنقطه دي بالاكس سالب 4 وبالواي ب3 وبالزد ب6 تجيب لي الفي كقيمه كمقدار مش كداله اكس واي وزد. ثم بقى بعد ما يبقى معايا الفي كده في جيبي ومطمئن له محتاج احسب منه الاي اللي هو الالكتريك فيلد انتنسيتي ومحتاج منه كاي كماجنيتيود وكاي كدايركشن يعني عايز الماجنيتيود وعايز الدايركشن بتاع الاي. ثم بعد كده في حاجه معانا اسمها الدي لو انتوا فاكرين مين الدي ده اللي هو الفلوكس دينستي لو انتوا فاكرين. ثم عايز احسب حاجه اسمها الروفي. الله الكلام ده كله احسبه ازاي معانا يا باشمهندسين؟ قال لي نقدر اول حاجه مش انت عايزه الفي ودي معادلته عوضي في المعادله بقيمه الاكس بسالب 4 وعوضي بقيمه الواي ب3 وعوضي بقيمه الزد دي بايه؟ ب6. يبقى اول مطلوب معايا اذا الفي اللي هو عباره عن البوتنشنال فيلد عند البوينت بي اللي دي احداثيها هيطلع بعد ما عوضنا بال 66 فولت. ده اول مطلوب. تاني مطلوب عايز الالكتريك فيلد انتنسيتي اللي هو الاي. تقول لي لا استني بقى ده احنا لسه واخدين قانون طازه بيقول لي ان الاي عباره عن سالب جراد الفي. خلاص السالب بره ايه؟ مين بقى جراد الفي ده بقى؟ تقولي لي قبل ما اقول لك هو مين تقولي لي هو انت شغاله فين؟ انا شغاله في الكارتيزيان كوردينيت. يبقى انا على طول اول قانون اللي هو هفاضل الفي بالنسبه للاكس في اتجاه الاكس وفاضل الفي بالنسبه للواي في اتجاه الواي وفاضل الفي بالنسبه للزد في اتجاه الزد. لو احنا جينا بصينا كده يا باشمهندسين اما اجي افاضل ده بالنسبه للاكس ها فاضله معايا كده هيبقى ساعتها اما تنزل الاثنين هنا يبقى دي اسمها 4 اكس واي. طبعا ده ثابت بصفر يبقى 4 اكس واي طبعا احط في اتجاه الاكس. اما اجي افاضل الفي ده هي بالنسبه للواي. طب اذا ده ساعتها كله ثابت يبقى 2 اكس تربيع ده ثابت وتفاضل الواي بواحد يبقى 2 اكس تربيع. طبعا ده بزيرو برضو في اتجاه مين؟ في اتجاه الواي. طبعا احنا ضربنا السالب هنا وهنا وهنا خلي بالكم. طب اما اجي افاضل الفي دي بالنسبه للزد ده كله ثابت بصفر واما اجي افاضل الزد دي اديني سالب 5 وكان في سالب بره خلي بالك بقت بموجب 5 في اتجاه الزد. كده انا جبت الاي بس انت هنا جايبه الاي بصفه عامه. لو انا عايز الاي بقى عند البوينت دي او عند النقطه دي عوض بقى شيل الاكس والوايات واللي موجوده هنا دي وعوض بالنقطه او بالاكس بتاع النقطه اللي هو سالب 4 والواي بتاع النقطه يديني ان الاي بتاعتها تبقى ب 48 في اتجاه الاكس ناقص 32 في اتجاه الواي زائد 5 في اتجاه الزد. طب طبعا احنا عارفين ان الاي اللي انت جايباها قدامي بتاع النقطه اللي موجوده معايا دي لو انا عايز اجيب الدايركشن بتاعها او متجه الوحده اللي في الاتجاه بتاعها هيبقى عباره عن مين؟ هيبقى عباره عن الاي نفسها كمتجه على المعيار. اي يونت فيكتور يا شباب لو انتوا فاكرين كنا بنحسبه هو عباره عن المتجه على معيار. طيب انا كده حسبت الاي كماجنيتود او كدايركشن عايزه بقى احسب الدي. حد فاكر الدي ده كنا بنجيبه ازاي بمعلوميه الاي؟ كان في قانون بيقول لي ان الدي عباره عن ابسلون نوت في اي. اذا لو انا الاي اللي موجوده معايا فوق ده ضربتها في الابسلون نوت تديني قيمه الدي بتاعتي بهذا الشكل. طيب ايه تاني موجود معايا؟ انت دلوقتي حسبت ايه بس عشان ابقى معاكي؟ قال لي كل اللي انت حسبتيه الوقت ان انت حسبت الفي وحسبت الاي ماجنيتيود ودايركشن وحسبت الدي. قال لي امال انت عايز ايه بقى دلوقتي؟ قال لك انا عايز الروفي. اجيب منين بقى الروفي دي يا باشمهندسين؟ قال لي ما هو الروفي دي هي عباره عن مش الجراد بقى ده عباره عن الدايفرجن بتاع الدي. دايفرجن بتاع مين؟ بتاع الدي. طب الدي دي مش انت لسه قايل لي من شويه اللي هي عباره عن ابسلون نوت في الاي؟ تقول لي اقول لك طب بسيطه. طب الدايفرجن بتاع الدي يرد واحد يقول لي ايه الدايفرجن ده بقى؟ طب الجراد وعرفناه اللي هو بارشل باي بارشل اكس في اتجاه الاي اكس وبارشل باي بارشل واي في اتجاه الواي والكلام ده كله. مين الدايفرجن ده يا باشمهندسين؟ الدايفرجن ده اللي هو النبله او اللي هو الديل ده اهو بس بضربه ضرب دوت.
ضرب دوت يبقى مفيش اتجاهات، خلي بالك ضرب دوت يبقى مفيش اتجاه اكس واي 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 زد، لا يبقى انا هنا دلوقتي اكني بفاضل المركبه بتاع الاكس في اتجاه الاكس، وبفاضل المركبه بتاع الواي في اتجاه الواي، وبفاضل المركبه بتاع الزد في اتجاه الزد. فلو جينا نبص او نعوض بنبص بقى معانا، انا عندي دلوقتي اقدر اجيب ازاي بقى يا باشمهندسين الدايفرجن بتاعي دي عشان اقدر من خلاله كده يبقى حسبت الرو في. قال لي طيب هي الدي مبدئيا انت جبتيها؟ اقول لك اه جبتها. فين يا ست فكريني؟ اقول لك الدي هنا اهي اهي صح. طب الدي اللي موجوده معايا هنا دي بقى يا باشمهندسين هعمل فيها ايه؟ الدي ديت. قال لي لا استنيني بقى قال لي هو انت دلوقتي مش بكل بساطه قلتي لي ان هي هتبقى عباره عن الابسلون نوت في الاي، او اني اجيب الدايفرجن دي مره واحده؟ قدامك طريقتين، يا اما الابسلون نوت اللي هي 8.85 في 10 اصل ب 12 اضربها في الاي، والاي دي هتبقى عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ الاي دي هيت اللي هو طبعا الابسلون نوت ده ثابت فطلعتها بره، هضربها مش في الاي بقى، في الدايفرجن بتاع الاي. طب واجيب الدايفرجن بتاع الاي ده ازاي؟ قال لي مش انت معاكي الاي قدامك فوق اهيت؟ الدايفرجن يعني خد المركبه اللي قدام الاي اكس ده هيت وروح فاضلها بالنسبه للاكس. طب اما فاضل دي بالنسبه للاكس تديني ايه؟ تديني سالب 4 واو. وخد المركبه اللي قدام الواي الاي واي وفاضلها بالنسبه للواي ما فيهاش وايات يعني بصفر، وخد المركبه اللي قدام الاي زد ده ايه وفاضلها بالنسبه للزد ما فيهاش زدات يبقى بصفر. اذا هيبقى لك ان الدايفرجن بتاع الاي ده هو اللي هو عباره عن سالب 4 في الواي. واظن احنا بنتكلم دلوقتي على دي الرو في. طب الرو في طلعت فيها حرف الواي، طب لا ده دي الرو في عموما. طب لو انا عايز الرو في عند البوينت بي اللي انا مديك احداثيها فوق ديت، يبقى اذا تشيل حرف الواي اللي هنا ده وتعوض عن الواي بتاع النقطه بتاعت اللي هو بي التلاته كده، انت حسبت الرو في. من الامثله المهمه جدا جدا يا باشمهندسين المثال ده هو اللي هو ما يديني الفي ويطلب مني انا عايز الفي بس عند نقطه معينه، وعايز احسب الاي وعايز احسب الفلوكس دينسي اللي هو الدي وعايز احسب الرو في. امثله مهمه جدا جدا جدا. طيب جينا بعد كده وقال لي في عندك حاجه اسمها الدايبول. ايه الدايبول ده يا باشمهندسين؟ يعني مين الدايبول دوت؟ قال لي ان الكتريك دايبول هو عباره عن ايه بقى؟ قال لي is the name given to two point charge. يبقى جاي اسمه من ان انا عندي two يعني اتنين point charges، في عندنا شحنتين point charge نقطتين of equal magnitude، يعني الماجنتيود بتاع الشحنة دي والشحنة دي الشحنتين دول متساويين في المقدار and opposite sign. يعني ايه اوبوزيت ساين؟ يعني مختلفتين في الاتجاه يعني عكس بعض في الاشاره. سيبريتد باي ا ديستانس يعني بينهم من بعض مسافه اسمها الدي. هوش از سمول المسافه دي بقى صغيره قوي 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 مقارنه بالمسافه بين الشحنه وبين نقطه معينه اللي هي البي، يعني المسافه دي مقارنه بالمسافه اللي هي ار واحد او بالمسافه اللي هي ار اتنين بالنسبه لهم بتكون صغيره جدا جدا جدا. يبقى الدايبول جاي من اسمه دايبول، يعني في معايا حاجتين دول يعني حاجتين اتنين، في معايا تو تشارجز شحنتين اتنين بدل ما هي شحنه واحده، في معانا شحنتين متساويتين في المقدار ومختلفتين في الاتجاه بينهم مسافه اسمها دي. المسافه دي مقارنه بالمسافه بين الشحنه وبين البوينت اللي انت بتحسب عندها بتكون المسافه دي صغيره جدا بالنسبه للمسافه دي. اهو ده الدايبول بتاعنا يا باشمهندسين. طيب خدنا مثال على الكلام دوت، ومن الامثله المهمه قوي قوي، طبعا هو انا شارح حالات، انا كنت عايز اجيب لك المثال مباشره، بس قبل ما اقول لك المثال تعالى هقول لك على حاجه. ايه هي الحاجه اللي انت عايزه تقول لنا عليها؟ قال لي طب انت دلوقتي لو انا جيت هنا اهوت وقلت لحضرتك على سبيل المثال، جيت قلت لك the distance point B is described the spherical coordinate، يعني انا بقول لك ان النقطة B دهيت هتكون موجودة في spherical coordinate. طالما قلت كلمة spherical يبقى انا معايا R وثيتا وفاي، وخلي بالك انا هنا محددة لك قيمة الفاي، الفاي بتاعتي هنا هتكون قيمتها بكام؟ ب 90 درجة. فبيقول لي هنا ايه بقى؟ the positive and the negative point charge have separated D. ما انا عارفة ان البوزيتيف والنيجاتيف بتو الفيصل بينهم مسافه اسمها الدي. خلي بالكم يا باشمهندسين بما ان المسافه دي اسمها الدي ودون على بيكونوا على نفس المسافه بينهم وبين بعضهم، فساعتها اذا المسافه اللي فوق دي هتبقى نص دي، والمسافه اللي تحت دي هتبقى سالب نص دي.
تمام. فعشان كده قام جاي قايل لي اذا الشحنه الاولانيه دي عند مسافه 0 و0 على اساس ان هي على محور الزد، يعني ما فيش الاكس ب0 والواي ب0، 0 و0 ونص دي، واللي تحت هيبقى 0 و0 وسالب نص ايه وسالب نص دي. اذا انا اكني بقول لحضرتك من الرسمه اللي قدامنا دي يا باشمهندس ان انا دلوقتي عندي ايه، عندي شحنه اللي هو بوزيتيف كيو ونيجاتيف كيو على مسافه دي، وبالتالي احداثي دي عباره عن 0 و0 ونص دي، ودي 0 و0 وسالب نص دي، وموجود معايا والمسافة بين الشحنة وبين البوينت اللي موجودة معانا هنا دي اللي هي في السفيريكال كوردينيت اللي هي ار وسيتا و90، وانا قلت 90 على اساس ان النقطة دي تكون عمودية متعامدة، خلي بالكم يعني الفاي بتاعتي قيمتها ب90. ده شكل الدايبول اللي قدامنا اللي في المسألة اللي قدامنا. طب جه قال لي ايه، ما انت لو عايزة تحسبي الفرق الجهدي بتاعي والجهد بتاعي، حد فاكر قانون الجهد يا شباب؟ حد فاكره من شويه كنا قايلين عباره عن ايه، كيو على 4 باي ابسلون نوت في مين بقى، ها في واحد على الار الاولانيه اللي هي المسافه اللي بين النقطه بتاعتي دي اللي انا بحسب عندها وبين الشحنه الاولانيه اللي هي ار واحد، اللي هي واحد على ار واحد ناقص واحد على ار ايه ار اتنين. وجينا في الحته اللي جوه دي بقى حبينا نظبط الكسرين دول ووحدنا المقامات على حاصر ضربهم اللي هو ار واحد في ار اتنين، وضربنا دي في دي ناقص دي في دي اللي هي تبقى عباره عن ار اتنين ناقص ار واحد، جبنا القانون بتاع البوتنشال بتاعي او بتاع الجهد اللي موجود معايا في حاله الدايبول. طيب القانون ده بقى حبينا ان احنا نعمل له بقى شويه اشكال تانيه او اختصارات تانيه، بس اهم حاجه القانون ده اهو قانون تحفظه زي عينيك. ليه احفظه زي عينيا؟ علشان انا هطبق عليه بعد شويه، اللي انت هتطبقه هطبق في المثال اللي موجود معايا هنا دوت. طب المثال اللي موجود معانا هنا ده يا باشمهندسين، وكنا حتى لو انتم فاكرين خدنا السؤال ده في امتحان الميد ترم، بس حبينا نقلل عليك شويه وصغرنا المثال دوت. المثال هنا ده هيبقى عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ قال لي بس قبل ما اقول المثال في حته مهمه انا عايزه اقولها لك. ايه هي الحته المهمه اللي انت عايزه تقولها لي بقى؟ قال لي بص بقى يا سيدي، جينا قلنا لحضرتك انا عندي بيقول لي ايه، if a vector length direction from سالب q ل q is defined as a d، بنقول لك المسافه اللي بين ده وبين ده هو عباره عن دي، فانا عندي حاجه اسمها دايبول مومنت اللي هو عزم الدايبول. طب عزم الدايبول ده اللي هو البي بقدر اقول لك عليه هو عباره عن ايه الدايبول مومنت ده؟ قال لي هو عباره عن حاصل ضرب الكيو في الدي، الكيو في مين؟ الدي، على اساس ان الدي اللي هي الديستنس اللي موجوده معايا. طب من هنا يا باشمهندسين احنا كنا من شويه قايلين قانون الفي، حد فاكر قانون الفي كانت عباره عن ايه؟ قانون الفي، قانون الفي هو عباره عن قانون كنا احنا ثابتينه قبل كده لو انتم ملاحظين. اولا في قانون اولاني خالص، قانون اولاني قلنا لسه جايبينه من شويه، ده قانون اولاني. وجينا بعد كده يا باشمهندسين في قانون تاني بيقول ان هو هيبقى عباره عن مين؟ هيبقى عباره عن الفي الكيو في الدي في كوزين سيتا على 4 باي ابسلون نوت ار سكوير. يبقى انا هنا معايا قانونين، ادي ده القانون الاولاني بتاع الفي ومعايا القانون التاني بتاع الفي بدلاله المسافه بين الايه، بين الشحنه دي والشحنه دي اللي احنا قلنا عليها اللي هي الدي. طيب يا سيدي، وطبعا خدنا معانا اللي هو الكوزين ايه سيتا عشان السيتا بتاعتي هتكون متغيره وكوزين سيتا هو الفيصل الموجود معايا. اذا انا القانونين دول مهمين جدا بالنسبه لي في حاله الدايبول. اذا في حاله الدايبول هما قانونين، القانون الاولاني بتاع فرق الجهد او البوتنشال بتاع اللي هو كيو على 4 باي ابسل نوت ار 2 ناقص ار 1 اهوت على ار 1 في ار 2، والقانون الثاني اللي هو اللي احنا عاملينه الازرق دوت اللي هو عباره عن الكيو في الدي في كوزين سيتا على 4 باي ابسل نوت في ار سكوير. وخلي بالك تاني ان فرق الجهد هنا في حالة الدايبول بيتناسب عكسي مع مربع الار بتاعتي او مربع المسافة بتاعتي. وبالتالي اما نيجي هنا يا باشمهندسين جه قال لي خلاص يبقى انا عندي معطى او معلوم بالنسبة لي قانون الفي ده هوت اللي هو بيقول لي ان الفي ده عبارة عن مين؟ عبارة عن الكيو في الدي على 4 باي ابسلون نوت ار سكوير. على اساس بقى هشيل كلمة الكوزين ده، ادام حاجتين مضروبين في بعض مضروبين في كوزين يبقى كأنهم الاتنين دول مضروبين في بعض ضرب الايه، ضرب الدوت. وقلت له خلاص يبقى من الاخر ان الفي عباره عن البي من البي ده اللي هو الدايبول مومنت ضرب دوت في اتجاه الار على 4 باي ابسلون نوت ار سكوير. والقانون ده اللي احنا استعملناه بالفعل، استعملناه بالفعل فين؟ في المثال اللي موجود معايا.
المثال الموجود معايا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا معايا 2 دايبول، ده مثال مهم جدا، معايا 2 دايبول اهمت، وذ ا دايبول مومنت، اداني هنا العزم بتاع الدايبول الاولاني واحد بقيمته بسالب 5 في اتجاه الزد، والتاني عباره عن طبعا نانو كولم بير متر، والتاني 9 في اتجاه الايه؟ الزد نانو كولم بير متر. وده موجودين عند النقطة 0 و0 سالب 2، ادي دي النقطة الأولانية 0 و0 سالب 2، وفي دايبول كمان تاني موجود عند النقطة اللي هي 0 و0 ايه و3. هو هنا عايز البوتيشن، عايز يحسب الفي. أقول له طيب إيه اللي أنت اديتوني؟ أنا هلاحظ إن هو مديني الدايبول مومنت اللي هو البي. أقول له طب مش أنت من شوية قلت لي إن الدايبول مومنت قانونه عبارة عن، لو أنتوا لو فاكرين، عبارة عن ها البي على 4 باي ايبسلون نوت ار سكوير في اتجاه الار، اتجاه الار اللي هو اليونت فيكتور بتاع الار اللي احنا فكناه بار اهو دوت ار على الار، بقت هنا ار ايه؟ ار تكعيب اهو. يبقى اللي كنا بنقول لك المتجه على معياره لو انتوا فاكرين اللي هو اليونت فيكتور بيتفك بالمتجه على ايه؟ على معياره. فاذا هعمل الكلام ده بالنسبه للدايبول الاولاني وهقرره زائد، يعني بجيب سمشن يعني زائد الكلام ده للدايبول الثاني. طب ايه هنا في القانون ده مجهول بالنسبه لي؟ البي 1 والبي 2 مديها لك في راس السؤال. المجهول بالنسبه لي يا باشمهندسين ان انا احسب ار 1 وار 2. طب مين ار 1 ومين ار 2؟ لو انتوا لاحظتوا دلوقتي بيقول لي ان الار ده حتى مكتوبه بالاحمر، الار دي از ذا ديستنس، هي مسافه from the dipole اللي من الدايبول and the origin from the source to point. يعني ايه؟ يعني لما اجي احسب الار واحد اول حاجه هتبقى عباره عن ايه؟ المسافه اللي بين مين؟ اللي بين الدايبول وبين نقطه الاصل. اما اجي اقول لك المسافه اللي بادئه من هنا وراحه هنا، بتقول لي يبقى النهايه ناقص البدايه، النهايه اللي هي نقطه الاصل هي 3 اصفار 0 0 0 ناقص البدايه اللي هنا دي اللي هي 0 0 سالب 2، يديني ار واحد كقيمه كار واحد كفيكتور، ولو عايز الماجنتيود بيبقى الجذر التربيعي ده تربيع. تمام. البي 2 برضو اللي هو بيقول لي المومنت الثاني اللي هو الموجود معايا اللي هي قيمته ب9، ماله؟ قال لما اجي احسب الار 2 بتاعته، خلي بالكم احنا اتفقنا ان الار دي اللي هي المسافه اللي بادئه من اول الدايبول الى الاوريجين او نقطه الاصل، يبقى انا هقول هي عباره عن النهايه ناقص البدايه. النهايه يعني انا ببقى طالع من هنا واتجاه السهم نازل اللي هي لنقطه الاصل، يبقى النهايه اللي هي نقطه الاصل. نعم. في حد نعم. في الاجتماع عمال بيطلعنا من ساعتها يعني تقريبا يجي 7 8 مرات. حد بيطلعكم؟ ايوه، وطلع ايد الشهاوي وطلعني برضه. لا اله الا الله. انا تقريبا 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 10 مرات يا دكتور اطلع وادخل تاني حد يطلعني، مش عارف هو مين بصراحه. يعني انا عن نفسي انا كل انا ما بطلعش حد عموما، لان انا بشرح وما جيتش ناحيه ان انا اطلع حد ولا ادخل حد. لا هو حد طب. مننا حد من اللي موجودين مننا بس مش عارفين هو مين بالظبط. طب هو يعني ما مدى استفادته يعني اللي عمال يطلع ويدخل الناس ده؟ وحد بيستظرف اجيب بس مش فاهم، ما مش فاهم والله ليه كده يعني. ربنا يهدي يا باشمهندسين. يعني احنا معلش تعبين نفسنا وقاعدين ومركزين وعايزين نستفاد باي شيء، والناس كلها بسم الله ما شاء الله موجوده اهيت وحاضره. يعني يا ريت لو حد مش عارف هو يخش ازاي ما يطلعش الناس. لا ده هو حد يا دكتور ما ينفعش حد يطلع حد من الحضانه. ما انا بصراحه مش عارفه والله يا باشمهندس محمد يعني مين هذا الشخص يعني. لا لا كان بيطلعه قبل كده برضو عادي، بيعمل بيطلعوا بعض يعني. حسيت هتلاقي بيتك على اي حاجه ومش فاهم، هتلاقي حد مش فاهم. ما اكيد مش فاهم يعني، انا ما اظنش ان اللي بيطلع حد ده ان هو فاهم ان هو بيعمل ايه، وممكن يكون ضغط على حاجه وهو مش عارف. اكيد محدش يعرف في حاجه يا جدعان. كل واحد يا جماعه يشيل ايده من على الجهاز، محدش يلعب في حاجه، محدش يلعب في حاجه، اكبروا شويه. اللي مش عارف يخش حتى طب يبعت لزمايله يقول لهم انا اخش ازاي او كده، انما ما يضغطش على حاجه ويطلع زمايله. والله يا دكتوره في حد مستقصدني تقريبا يعني 10 مرات طلعت النهارده من الاجتماع. لا اله الا الله. معلش يا ابني معلش. محمد مصطفى اللي بيكلمني ولا مين؟ حسني. حسني؟ يا حسني مالهم مستقصدينك ليه يا حسني؟
والله ما عارف يا دكتور. معلش يا حسني. طيب احنا كنا في المثال يا حسني بتاع الضيبول ده من الامثله المهمه جدا اللي هو تعويض مباشر في القانون، ما فيهوش ولا لعب ولا لف ولا دوران، هو بس انت تبقى عارف الميكانيزم او الطريقه يعني بتاعه الحل. ان احنا كل الموضوع خالص ان انا في المساله كلها بيبقى اللي انا بجيبه ار واحد وار اتنين، واتفقنا ان الار دي هي المسافه اللي بدء اللي من الدايبول الى الاورجن او نقطه الاصل. فلو بقول لك المسافه دي عايز احسبها تقول لي النهايه اللي هو نقطه الاصل ناقص البدايه اللي هي النقطه اللي الدايبول عندها، اقدر اجيب الار واحد واقدر اجيب الار اتنين واقدر اعوض تعويض مباشر واقدر احسب لحضرتك البوتنشنال اللي مطلوب مني، لان هو بيقول لي انا عايز البوتنشنال ات ذا اورجن عند نقطه الايه، عند نقطه الاصل. في ادنى مشكله في المثال ده يا باشمهندسين؟ اذا المثال ده لو انتوا لاحظتوا هو المثال اللي موجود في الشابتر، وانا اتفقت معاكم قبل كده لو انتوا فاكرين في السكشن الاولاني قلت لك طريقه بسيطه جدا جدا، الا وهي ايه الطريقه؟ الطريقه ان حضرتك دلوقتي بتمسك كل محاضره احنا خدناها تطلع في الجنب كده القوانين اللي مستخدمه موجوده والمسائل اللي هنا تبقى عباره عن ايه، ومش هتلاقي الكلام ده، مش هيخرج الامتحان من الكلام ده ان شاء الله. طيب دي كانت المحاضره اللي هي رقم 7. طب المحاضره اللي هي رقم 8، ومن المحاضره رقم 8 اللي بدات الدكتوره ايمان شرحت لنا المحاضرات دي لو انتوا فاكرين. علي خضر، علي خضر طالب يخش، بس ندخل علي خضر. اتفضل يا علي باش. نعم اتفضل يا باشمهندس. المحاضره دي مسجله؟ انهي محاضره؟ يعني ممكن اللي حضرتك بتشرحيها حاليا حد يسجل يا جماعه؟ حد بيسجل؟ انا دكتور مسجل. كورولوس بيسجل وأميرة بتسجل ومحمد علي أكيد بيسجل. تمام تمام. طيب نكمل شغلنا. هنبتدي نتكلم على جزء جميل جدا جدا، وهو حاجة اسمها الانرجي ان الكتروستاتيك فيلدز. طب ايه موضوع الانرجي ان الكتروستاتيك فيلدز؟ قال لي ببساطة خالص انا موجود معايا 3 charges يعني 3 شحنات، التلات شحنات دول بقول موجودين معايا في الانفينيتي عند الملا نهاية. طب انت عايز ايه بقى الوقتي؟ قال لي والله انا بتكلم الوقتي وبقول التلات شحنات اللي انت بتقولي عليهم دول انا عايز ابتدي انقلهم واحطهم في منطقة هنا اسمها الريجون بتاعتي او المنطقة بتاعتي اللي انا بسميها فري او ريجون فري اوف الكتريك فيلد. يعني ايه ريجون فري اوف الكتريك فيلد؟ يعني منطقة ما فيهاش، تمام، منطقة فاضية ما فيهاش اي تأثير مجال كهربي موجود معايا، وانا عايز ابتدي انقل الشحنات دي من الملا نهاية واحطها تكون موجودة عندي هنا. تعالوا نشوف هنبتدي الموضوع ده نعمله ازاي. اظن ان انا مش هنقل الثلاثة كده، مش هاخدهم لوكشة واحدة كده وراح احطهم وخلاص، لا الموضوع بيمشي ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة. قال لي طيب بس خلي بالك في حاجتين لازم تخلي بالك منهم، طالما انت هتنقل شحنة من مكان لمكان اذا اكيد هتتعب وهتبذل شغل، اذا اكيد هيبقى في شغل موجود، دي حاجة. تاني حاجة خلي بالك ان انا بقول لحضرتك ان المنطقة اللي انت رايح تحط فيها الحاجة دي احنا سميناها الفري اوف الكتريك فيلد، يعني منطقة ما فيهاش الكتريك فيلد، ما فيهاش مجال كهربي خالص، منطقة لسه فاضية ما فيهاش اي حاجة، لسه انت اول حد هتحط فيها الشحنات بتاعتك. قال لي طيب ما تيجي بقى نمسك الشحنات دي هلا بلا كده، ناخد الشحنة الاولى ونرمي، ثم ناخد الشحنة التانية ونحركها، ثم ناخد التالتة ونحركها واحدة كده. مسكت الأولانية ورحت حركتها ووديتها في المكان الفاضي بتاعنا دوت اللي احنا سميناه الفري
ريجون بتاعتي. قال لي مبدئيا طالما ده فري ريجون ما فيهوش اي مجال كهربي، اذا عشان تنقلي له شحنه من ما لا نهايه الى جوه هنا اللي هي اول شحنه احنا نتكلم عليها، انت مش هتبذلي شغل لان ما فيش حاجه بتاثر عليكي، مش هتتعبي بحاجه. اذا اول ملاحظه احنا لاحظناها ان نو ورك ما فيش شغل مبذول هحتاجه عشان انقل الشحنه الاولانيه اللي كانت عند ما لا نهايه عشان اروح ادخلها في المنطقه بتاعتي او في الريجون بتاعتي. دي اول حاجه، الشغل الاولاني بزيرو. بس خلي بالك يا باشمهندس ان طالما انت حطيت هنا شحنه فالشحنه دي هتاثر على المنطقه دي بمجال، وهيبقى في موجود مجال نتيجه وجود الشحنه اللي موجوده معاه. اذا معنى تاثير بالمجال ده بقى، اذا لما اجي اروح الريجون دوت ما تقوليش الشغل بزيرو. ليه بقى؟ لان الشغل كان بزيرو اما كانت المنطقه دي فاضيه فري ما فيهاش مجال، انما هي الوقت اصبح نتيجه ان فيها شحنه اولانيه بقى فيها مجال بالفعل، فاذا هيبقى في معاك شغل مبذول. طب الشغل المبذول ده نتيجه انك هتحرك الشحنه كيو 2 من عند الملا نهايه وتدخلها هنا، يبقى الشغل المبذول اللي انا هسميه دبليو 2 هو عباره عن الشحنه في فرق الجهد. فرق الجهد اللي مين بقى؟ فرق الجهد بتاعي نتيجة ما بقى في فرق جهد نتيجة بين الشحنة دي والشحنة دي، فإذا بسميه في. بسميه في إيه بقى؟ 2-1، أو لو خليك أنا بحب أقراها من اليمين للشمال، في 1-2، يعني هو الجهد أو فرق الجهد من النقطة بسبب الشحنة الأولانية على الشحنة التانية، اللي أنا بسميه في 1 إيه؟ في 1-2. طب اصبح الوقت يا باشمهندسين المنطقه بتاعتي او الريجون بتاعتي فيها مجال كهربي نتيجه وجود شحنتين، يعني في معاك تاثيرين، تاثير الشحنه الاولى وتاثير الشحنه الايه؟ الشحنه الثانيه. اذا اما اجي انقل بقى الشحنه الثالثه بقى دي يا باشمهندسين، ايه اللي هيكون موجود معايا؟ هيبقى في معايا اللي هو الشغل الثالث بقى، اللي هو هيبقى عباره عن ايه الشغل الثالث لو انتوا واخدين بالكم؟ هو عباره عن كيو نفسها اللي انا نقلتها دي اللي اسمها كيو 3 في مين؟ في فرق جهد. كم فرق جهد موجود معايا؟ فرق الجهد اللي بين الشحنة الأولى وبين الشحنة التالتة، وفرق جهد تاني اللي بين الشحنة التانية والشحنة الإيه؟ التالتة. عشان كده لو أنا بقى قلت طب أنا هجيب بقى الشغل التوتال كله بقى، يعني نجمع الهلمة الكتيرة دي كلها، اولا هيبقى في معايا ثلاثه شغل. الشغل الاولاني نتيجه ان انت نقلت الشحنه الاولى وده كان قيمته بزيرو عشان كان ساعتها المنطقه فاضيه ما فيهاش الكتريك فيلد. والشغل الثاني اللي هو اما نقلت الشحنه الثانيه بس كان ساعتها في شغل عشان في فرق جهد بين الشحنه دي والشحنه الاولانيه، وفي معايا شغل ثالث اما نقلت الشحنه الثالثه. الشحنه الثالثه دي الشغل بتاعها عباره عن مين؟ عباره عن كيو 3 في فرق الجهد. لا اقف بقى واقفه بقى واقول ايه فرق جهد ايه بقى؟ تقول لي مش انا هنا عند كيو 3؟ اقول لك اه، يبقى فرق جهد الفي 3 نتيجه تاثير الواحد يبقى في 3-1 وفي 3 ايه؟ وفي 3-2. طيب الكلام اللي احنا عملناه ده يا باشمهندسين هو هنعمله تاني، ولكن هنبتدي بس عمليه تغيير شويه. طب هو هنا بس قبل ما يقول عملية تغيير قال لحضرتك دلوقتي كتب لي تاني ان التوتال ورك بتاعي هو عبارة عن ال W1 و W2 و W3 وكتب لي الرموز بتاعتي كما هي، ودي المعادلة اللي احنا لسه مستنتجينها وخليها معاك وسميها المعادلة رقم 1 هنحتاجها بعد شوية. بعد كده قال لي ايه؟ قال لي طيب ما تيجي دلوقتي الشارجز اللي انت قلت عليها دي هنبتدي. ايوه يا باشمهندس ممكن لو سمحت تعيدي بس الحته اللي فاتت دي؟ من عينيا حاضر، تعالى معايا تاني. بص يا سيدي احنا هدفنا ايه دلوقتي؟ هدفنا ان انا معايا ثلاث شحنات كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 معايا كده؟ تمام. الثلاث شحنات دول يا باشمهندس موجودين عند الملا نهائي. انا عايز اعمل ايه؟ عايز انقل الثلاث شحنات دول لمكان معين، المكان ده اللي احنا بنسميه الفري ريجون. يعني ايه فري ريجون؟ يعني منطقه لا تحتوي على مجال خالص، ما فيهاش مجال كهربي خالص. تمام. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي انقل شحنه، فما مسكت الشحنه الاولانيه ورحت نقلتها هنا، خلي بالك دي ما كانش فيها اي حاجه، دي كانت فاضيه. فالشحنه الاولانيه اما رحت نقلتها هنا، هل انت حضرتك هتبذل شغل؟ يعني المفروض يبقى في شغل اسمه الدبليو 1 نتيجة ان انت نقلت الشحنة الاولانية. قال لي لا مش هيبقى في شغل، الشغل بتاعي بزيرو. ليه مفيش شغل؟ لان مفيش مجال موجود معايا. تمام.
بعد كده اما روح انقل الشحنة التانية، خلي بالك وانت راح تنقل الشحنة التانية بالفعل بقى موجود معاك في المنطقة دي الشحنة الاولانية، وانت نقلتها خلاص، والشحنة الاولانية ديت هتؤثر على المنطقة بتاعت دي ويتولد عندي مجال كهربي. لو سمحت يا دكتور اتفضل. في حد عمال يطلعنا من المحاضرة من ساعتها برضو تاني نفس المشكلة 10 مرات ولا حاجة؟ لا 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 لا، احنا مقصودين يا جماعة، والله احنا مقصودين. ده طلعنا، انا بكلم حضرتك دلوقتي. مين طيب يا جماعة من الناس اللي موجودين معانا هو مش عارف يخش او مش عارف يضغط او مش عارف هو بيعمل ايه؟ طيب يعرفنا بس مشكلته ايه واحنا نحلها مع بعض. ولا حد رد علي يا ناس؟ قصدك كده دكتور تطلع الناس اللي موجودة جوه؟ الناس بتبقى قصدها يا دكتور. يعني ده بقى قصد؟ يعني احنا من شويه كنا حاسنين النيه وقلنا ان ده مش قصد، قلنا ده ممكن واحد يكون مش فاهم هو بيعمل ايه فبالتالي بيضغط وخلاص. ده هم لا هو قصدي يا دكتور اصل ما بيطلعش مره او اتنين، ده بيطلع ازيد من 10 مرات للواحد يعني. الكلام ده حصل مع اكتر من حد يا باشمهندس؟ هو حصل معايا يا دكتور. ايوه يا دكتور وحصل معايا. يا دكتور ما تخش انا يا دكتور بتقول ايه يا باشمهندس؟ مفيش سجل اللي هو بيخش ويطلع تعرفوا مين اللي بيطلع الناس؟ اللي هو بيعمل ريموف ده ما يبانش ان حد بيطلع حد من سجل او هو انا من قدامي مفيش حد ظاهر، يعني مفيش حد ظاهر معايا ان هو اللي بيخرج الناس. حضرتك يا دكتور ممكن تغير الخاصيه بس ما يبقاش حضرتك بتتلغى. طب نلغيه عشان ما حدش يطلع حد ثاني ولا حد من اي حاجه. حاضر ثانيه واحده. ماشي يا ريت والله يا دكتور. ميتنج اوبشن اقفلوا الكاميرات بلاش فضايح، اقفلوا الكاميرات بلاش فضايح. طلعني دلوقتي اول ما كنت بتكلم وانا كمان يا دكتور طلعني برضه. طب انا بشوف الميتنج بيقول لك اسكتي يعني بيقول لك اسكتي. طب حد يقدر يقول لنا الخاصية دي بنلغيها منين؟ طيب انا بحاول ابحث اهوت في الميتنج اوبشنز. حد يقدر يفيدنا؟ عمر الناس راحوا فين؟ رحتوا فين يا ولاد؟ خلاص يا دكتور هو اكيد الغلط على غلطتي. انتوا معانا ولا مع الناس التانيين ولا انتوا فين؟ ايوه طبعا معاكم. جيت اسالكم بصيت لقيتكم اقفل الكاميرا اقفل الكاميرا يا شباب اقفلوا الكاميرا بلاش الفضايح.
اقفل يا خالد الكاميرا. والله العظيم يا جماعه في حد بيطلعنا على الكاميرا برضه. حد اللي بيطلعك انت طيب على الكاميرا؟ والله العظيم يا دكتوره ما انا اللي بطلع، في حد بيخش يطلعني برضه على الكاميرا. طب ازاي طيب؟ يعني يا خالد حد دخل عندك يا خالد من خلال حسابك؟ استنى هفتح لك الكاميرا ازاي؟ يعني انا هفتح عندك الكاميرا دي، انا بفتحها ليا لنفسي او بقفل الكاميرا او بقفل الصوت او الكلام ده؟ حد دخل وفتح عندك الكاميرا؟ في حد متحكم في الكاميرا برضه يا دكتور؟ لا الكاميرا لا اخي. بسم الله ما شاء الله، ده احنا يا جماعه احنا مهكرين بقى يا جماعه، احنا كاميرا وندخل بعضنا ونطلع بعضنا والليله ايه. انت اول مره يعني تخشوا ميتنج وكده مع اي حد من البشمهندسين او من الدكاتره؟ لا البشمهندسه دي انا كانت عامله ميتنج برضو، انه نفس الموضوع معاها برضو، انا طلعوا لنا برضو. يعني الموضوع ده حصل برضو معاها؟ حصل معاها بس هي قفلتها. بس هي قفلتها. طب ما تعرفون والطريقه عملتوها ازاي؟ طيب طب يا دكتور في حل؟ ثواني يا دكتور انا اعرف. نعم اللي بيقول في حل. نعم اتفضل. ممكن حضرتك تكملي المحاضره تعملها فيديو وترفعها لنا؟ مفيش مشكله خالص، اقولها فيديو وارفع لكم اللينك بتاعها وتسمعوها مفيش مشكله. افضل يعني. ما هو في ناس بتسجل يا باشمهندس. احنا بنقول بس عشان اللي بيدخل يحذف الناس ده. نعم يعني لا ما هو هي كده كده التسجيل موجود هيكمل المحاضره مسجله بعد. يعني هو كده كده المحاضره متسجله، الناس معاها المحاضره متسجله ما تقلقش. لا مش على كده يا دكتور، حضرتك عشان بس الناس اللي بتدخل تتخرج الناس دي وتفتح كاميرا وكده. انا بصراحه مستغربه حته تفتح كاميرا للناس وان تخش وتطلع ما انا بقول عشان كده. مفيش مشكله يا باشمهندسين، لو عايزين ان احنا ننهي كده وانا الحاجه فيديو وارفعها لكم تشوفوها مفيش مشاكل. واحد يعني ماشي عادي. ماشي ممكن تكملي يا دكتور كده كده. طب نكمل حتى نقفل المحاضره دي وبعد كده نبقى الباقي نرفعه مفيش مشكله. يعني نعصر على نفسنا ليمونه وربنا يهديه اللي بيعمل الكلام دوت، ربنا يهديه يعني يا رب. طب نكمل. كنا مش فاهم حاجه. طيب نعم يا محمد بتقول ايه يا محمد؟ انا مش فاهم حاجه فالكل ما يفهمش شبهه. ربنا يهدي. بص بقى الحته دي بقى تاني، احنا قلنا ايه تاني مع بعضينا كده؟ احنا قلنا لو انا دلوقتي عندي هنا عند الانفينيتي عند الملا نهايه في معايا 3 شحنات Q1 وQ2 وQ3 تمام. احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين ننقل الشحنات دي من النقطه دي لنقطه تانية. لسه واخدين من شويه في المحاضره اللي قبليها ان انت لو عايز تحرك شحنه من مكان لمكان بتبذل شغل زي كده بالظبط. حضرتك لو انت رايح تشتري مثلا 2 كيلو طماطم، ال 2 كيلو طماطم دول هتجيبهم من عند البائع من عند البياع لغايه البيت عندك، فبتعمل ايه؟ فبتشيل الكيس، فبتبذل شغل، فبتبقى تعبان يعني ماشي بقى وشايل شايل ايه؟ حمل موجود معاك. اهو ده نفس الفكره بالظبط، انا عايز انقل الشحنه بتاعتي من مكان لمكان اخر فهبذل شغل. قال لي طيب بس خلي بالك بقى الوقت الشغل اللي انت بتبذله ده نتيجه ان بيبقى فيه جهد موجود معاك. طب الشغل ده بقى تعالى نشوف اول حاجه ان المنطقه اللي احنا هننقل فيها دي اولا اول حاجه اسمها فري ريجون. يعني ايه فري ريجون يا باشمهندسين؟ يعني منطقه ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش مجال كهربي. طب المنطقه اللي هي ما فيهاش مجال كهربي دي بقى هنبتدي نعمل فيها ايه؟ هنبتدي نحرك او ننقل فيها الشحنات. اول حاجه وانت رايح تنقل الشحنه الاولانيه من عند الملا النهايه وتدخلها في المنطقه دي، المنطقه دي مفيهاش حاجه اصلا، فاذا مفيش شغل
هيكون مبذول. اذا الشغل في اول حاجه خالص في اول في نقل اول شحنه خالص في المكان الفاضي ده هو الفري ريجون هيبقى الشغل المبذول بتاعي بزيرو. طيب اما اجي خلاص الشحنه الاولانيه اتنقلت وقعدت هنا وترستقت ومفيش مشكله خالص، اذا طالما في شحنه بقت موجوده معايا اذا في مجال كهربي موجود، بقى اصبح في مجال كهربي ما موجود نتيجه وجود الشحنه دي. اما تيجي بقى تنقل الشحنه الثانيه اللي هي كيو 2 ما تجيش تقول لي الشغل بزيرو. ليه يا باشمهندس ساعتها الشغل مش بزيرو؟ تقول لي علشان اصبح في مجال كهربي موجود. طب اذا ساعتها الكيو 2 وانت بتنقلها ما تنقلها في الموضع الثاني ده عند النقطه الثانيه ديت هيبقى في معاك شغل. طب الشغل بتاعك ده اللي هو دبليو 2 اقدر احسبه ازاي؟ الشغل هو عباره عن حاصل ضرب الكيو في الفي. طب انت بتنقل الشحنه 2 يبقى كيو 2 في الفي، انهي في بقى؟ في الفي بتاعتك اللي هي اسمها في 2 نتيجه تاثير الشحنه الاولى عليها، فعشان كده بسميها في 2 1 اللي هو البوتنشنال او فرق الجهد بين 2 و1. طب كمان مره يا باشمهندسين، انا خلاص المكان ده بقى قاعد فيه الشحنتين، هنا قاعد الشحنه كيو 1 وهنا قاعد الشحنه كيو 2، انا لسه راح انقل الشحنه كيو 3، تفتكروا كده مين يرد عليا ويقول لي الشغل بقى اللي هو دبليو 3 ده بقى هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن حاصل ضرب الشحنه كيو 3 في مين؟ ها؟ في مين؟ ردوا عليا. في مين؟ في 3-1 وفي 3-2. في الفي 3، هو مبدئيا طالما احنا شغالين على كيو 3 يبقى الجهد اسمه في 3. طب في 3 ده بقى هيبقى في فرق جهد بين مين ومين؟ بين في 3 وبين الشحنه الاولانيه اللي احنا نقول عليها في 3-1، وفي معاك شحنه ثانيه هيبقى في تاثير ثاني اهو، يبقى زائد في 3 ايه؟ 2. لغايه كده في مشكله اللي كان بيسال فين، اللي كان بيسالني بيقول لي مش فاهم الموضوع، واضح بالنسبه لحضرتك دلوقتي الموضوع واضح ولا لسه؟ تمام يا دكتوره تمام. طب ايه رايك بقى يا باشمهندس نقلب الموضوع؟ يعني ايه نقلب الموضوع؟ يعني الثلاث شحنات بدل ما احنا بدانا بالشحنه الاولانيه نقلناها ثم بدانا بالثانيه ثم بدانا بالثالثه، نعكس، ابتدي بالثالثه الاول ثم ابتدي بالثانيه ثم ابتدي في الاخر بقى انهي بالاولى بقى. يبقى ساعتها اما تبتدي بالثالثه اذا هيبقى اول شغل معاك اسمه الدبليو 3 اللي هو هيبقى بكام؟ بزيرو. ليه بزيرو؟ لانه ده اول واحد هيقعد في المكان الفاضي اللي ما فيهوش اي حاجه، ده ما فيش شغل. طب تاني واحد بقى هيبقى في معاك شغل، اذا الشغل هيبقى عباره عن كيو 2 في في 2 نتيجه تاثير 3 يبقى اسمه في 2 3 زائد. ها في بالنسبه بقى الشحنه الاولانيه وانت رحت تنقلها بقى، بس دي كانت اخر واحده بتتنقل، هتبقى عباره عن كيو 1 في مين بقى؟ في في 1. طب في 1 ده نتيجه تاثير مين عليه؟ نتيجه تاثير 2 بس كده؟ لا ده في 1 كمان نتيجه تاثير الثالثه عليه، يبقى في 1 3. شايفين انتوا المعادلتين اللي هي المعادله الاولانيه خالص اللي هو التوتال ورك بتاعنا نتيجه ان انت نقلت الشحنه الاولى ثم الشحنه الثانيه ثم الشحنه الثالثه، وشايف انت اما عكسنا وبدلنا وتاخرنا الثالثه الاول ثم بعدها الثانيه ثم بعدها الاولى، شايفين انتوا المعادلتين دول يا باشمهندسين؟ هنعمل ايه في المعادلتين دول؟ هنحطهم بس تحت بعضهم كده اهوت، كتبت المعادله الاولى والمعادله الثانيه، وهبتدي اعمل ايه؟ هبتدي دلوقتي اجمع. يعني ايه اجمع؟ اجمع الطرف الشمال مع بعضه واجمع الطرف اليمين مع ايه؟ مع بعضه. طيب نشوف مين اللي عايز يخش دوت اللي عمال يبعت. خلاص يا دكتور انا بهندل الميتنج خلاص. ماشي. تعالوا معانا كده يا باشمهندسين نشوف بالنسبه لما اجي اجمع الطرف الشمال مع الشمال نعم. الو صوت بيقطع يا دكتور صوت بيقطع. الو تمام كده تمام ظبط كده. الو الناس سامعيني طيب؟ تمام كده. الو سامعيني يا دكتور؟ الو سامعيني؟ سامعين. مش عارفه ليه الصوت بيقطع.
ايوه يا محمد يا علي سامعني يا محمد؟ اه سامعينك يا دكتور والله سامعين. تقريبا النت عندي لو في حد سامعني سامعني امال انا مش عارفه حسيت ان انتوا لا تمام يا دكتور تمام ممكن سامعني حضرتك يا دكتور طيب تمام نكمل طب كويس كده انا سامعاك دلوقتي يا محمد طب نكمل قلنا نعمل ايه في المعادلتين اللي احنا لسه توصلنا لهم دلوقتي نتيجه ان انا نقلت الشحنه الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه وعكست نقلت الثالثه ثم الثانيه ثم الاولى هبتدي اجمع المعادلتين اما اجمع الشغل هنا الدبليو زائد الدبليو تبقى 2 دبليو زيرو زائد زيرو بزيرو اما اجي بقى هجمع دي هجمع ديت مع دي طب واحنا بنجمع بقى يا باشمهندس هنعمل ايه هناخد المتشابه مع بعضه يعني ايه المتشابه مع بعضه يعني انا ملاحظ دلوقتي ان هنا ده ما فيهوش الا فيه واحد واحده بس فيه واحد مضروبه في القوس ده فنزلت القوس ده زي ما هو ثم لاحظت ان في هنا كيو 2 وهنا كيو 2 فخدت من الترمين دول كيو 2 عامل مشترك خدت كيو 2 على المشترك يبقى لي في 2 1 زائد في 2 3 ثم الحته دي نزلتها زي ما ايه زي ما هي طلع لي القانون اللي قدامنا ده اللي هو ال 2 دبليو عباره عن الكيو في 1 2 زائد في 1 3 مين في 1 2 زائد في 1 3 اللي انا بقول عليها اللي هو الفي 1 اللي هو الجهد بتاع تاثير الثانيه والثالثه لو انتوا لاحظتوا طب مين في 2 1 زائد في 2 3 ده اللي هو في 2 طب مين في 3 1 زائد في 3 2 ده اللي هو في ايه في 3 طبعا القانون ده لو انا قسمته على الاثنين عشان اضيع الاثنين اللي هنا دي يديني القانون بتاعي اللي هو الشغل بتاعي هيبقى عباره عن قسمت على الاثنين يبقى نص كيو 1 في 1 زائد نص كيو 2 في 2 زائد نص كيو 3 في 3 فقلت طب ما احنا نعممها بقى ناخد النص عامل مشترك وبما ان ده كيو في الفي وكيو في الفي وكيو في الفي فاقول لك يبقى هو عباره عن سمشن كيو اي في الفي اي حيث ان الاي دي بتبتدي من 1 الى الان والان ده عدد الشحنات بتاعتي يعني لو انا عايز زي المثال اللي فات ده اهو او زي الرسمه اللي فاتت دي ان انا عندي 3 شحنات يبقى هنا الان بتاعتي ب 3 يبقى اما تفك الاي من 1 لغايه 3 يبقى دي هتبقى عباره عن كيو 1 في 1 سمشن يعني زائد في الان ب 2 تبقى الاي ب 2 تبقى كيو 2 في 2 زائد الاي ب 3 في اخر حاجه تبقى كيو 3 في 3 اذا احنا في ده كله طلعنا في الاخر بقانون سهل جدا بيقول لي ان الشغل بتاعي هيبقى عباره عن نص سمشن الكيو في الفي وطبعا بما انك بتتكلم عن الشغل يبقى الوحده بتاعتك بالجول طبعا زي ما احنا عارفين يا باشمهندسين ان طالما قلت كلمه كيو يبقى شحنه والشحنه دي لها انواع ممكن تكون بوينت تشارج ممكن تكون لاين تشارج فاستعوض عنها باللي هي الرو ال في الدي ال او تكامل الرو ال دي ال وممكن تكون سيرفيس تشارج فاقول يبقى تكامل على السطح رو اس دي اس وممكن تكون فوليوم تشارج يعني على حسب نوع اللي موجودة معانا واخدنا مثال جميل قوي قوي جاي بيقول لي ان انا عندي the point charges ومديني 3 شحنات شحنة اسمها سالب 1 نانو كولم و 4 نانو كولم و 3 نانو كولم قال لي ان كل واحدة من دول موجودة اذا هو محدد لي الشحنة دي فين ودي فين ودي فين اهو حاطين النقط الحمراء دي مكان الشحنات هو عايز هنا ايه قال لي انا عايز احسب هنا find the energy of the system تعال احسب لي بقى الشغل بتاعي او الانرجي بتاعتي اقدر احسبها ازاي يا باشمهندس واحده واحده احنا لسه قايلين قانون الشغل بتاعي اللي هو نص سمشن كيو في الفي صح الكلام ده طب احنا دلوقتي معانا كام شحنه قدام عينيك 1 2 3 يبقى هنقول ايه كيو 1 نفكها كيو 1 في 1 زائد كيو 2 في 2 زائد كيو 3 في 3 صح كده طيب القانون ده اللي احنا هنعوض فيه طبعا وزع النص هنا وزع النص هنا وزع النص هنا نص كيو واحد طيب مين في واحد ده بقى لو انتوا لاحظتوا من شوية ان الفي واحد ده هو من القانون اللي فات ده هو يا باشمهندسين فاكرين الفي واحد ده كان اساسه ايه بقى اساسه في واحد نتيجة تأثير الشحنة التانية يبقى في واحد اتنين وفي واحد نتيجة تأثير الشحنة التالتة معانا في واحد تلاتة طب افرض معانا شحنة رابعة كمان يا باشمهندسين هيبقى زائد في واحد اربعة يبقى في واحد نتيجة تأثير الشحنة الرابعة كمان موجودة معانا وهكذا طيب
نرجع بقى نشوف المثال بتاعنا اهو. يبقى ده هيبقى الفي واحد ده هيتقسم لحتتين. ايه هما الحتتين؟ في واحد اتنين زائد في واحد تلاتة. طب في واحد اتنين وفي واحد تلاتة ده هعمل فيه ايه بقى؟ هيبقى عبارة عن ايه لو انتم ملاحظين؟ قالك هو هيبقى عبارة عن الفي، لسه واخدين قانونه اللي هو كيو على اربعة باي ابسلون نوت في الار، والتاني برضو كيو على اربعة باي ابسلون نوت في الار. اذا احنا هنا بقى هيبقى معانا مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان احنا عايزين نشوف الار دي هحسبها ازاي. حد يقدر هنا يا باشمهندسين يقول لي الار دي هحسبها ازاي؟ طبعا لو انتوا لاحظتوا، بس افكركم ان الثلاث شحنات اللي موجودين معنا، في شحنة عند الزيرو زيرو زيرو اللي هي عند الاورجن، وشحنة تانية عند زيرو وزيرو واحد اللي هي الشحنة اللي هنا دهيت، وشحنة تالتة عند زيرو وعند واحد وزيرو وزيرو اللي هو الاكس بواحد اللي هي الشحنة التالتة اللي موجودة معانا دي. فلو انتوا لاحظتوا ان انا هنا اكني شغال في المستوى الاكس زد بلان، فقمت جاية رسمه لك كده كأني اهملت المستوى واي خالص وشغالة في مستوى اكس زد، وموجود معايا ثلاث شحنات، ادي الشحنة الاولى وادي الشحنة التانية وادي الشحنة التالتة. بص كده من على الرسمة كده يا باشمهندسين لو انتوا لاحظتم ان المسافة دي بكام؟ واحد يقول لي مش عارف، اقول له لا انت عارف، هو مش قايل ان النقطة دهيت او الشحنة دي موجودة على مسافة صفر وصفر في واحد، يعني قيمة الزد هنا دي بواحد، يعني المسافة دي بواحد خلاص. وبرضو هنا قايل النقطة دي عند واحد وزيرو وزيرو، اذا المسافة دي برضو بواحد، اذا دي واحد ودي واحد. طب لو عايز اجيب المسافة اللي بين الشحنتين دول، من قانون فيثاغورس الجذر التربيعي ده تربيع زائد ده تربيع تطلع لك بجذر اتنين. اذا الاراضي بقى اللي هي المسافات بتاعتي بقى بين اي شحنه والتانيه من على الرسمه قدام عينيا معروفه. اذا خلي بالكم هنا يا باشمهندسين، اما كنت باجي اجيب الار اللي هنا دي، الار اللي هنا دي بين مين ومين؟ مش الار دي يا باشمهندسين اللي هي بتاعه في واحد اتنين، يعني اللي بين واحد وبين اتنين اللي هي بواحد قدام عينينا اهي اهي. مش الار اللي هنا دي اللي هي بين في بين واحد وبين ثلاثه اهو، فين بين واحد وبين ثلاثه اللي هي بالواحد برضو. طب وانا هنا في الحته دي خلي بالكم بفك في 2 ازاي؟ لو انتم مركزين معايا، في 2 انا عندي ثلاث شحنات، يبقى في 2 ده هيبقى اسمه في 2 نتيجه تاثير الشحنه الاولانيه زائد في 2 نتيجه تاثير الشحنه الايه؟ الثالثه اللي هو اهيت موجوده معانا هنا اهي. طيب هنا بقى المسافه بقى لو انت لاحظت، اما اجي اشوف المسافه اللي بين 2 وبين 1، المسافه اللي بين 2 وبين 1 اللي هي بواحد. طب المسافه اللي بين 2 وبين 3 لا اللي هي جذر 2 وهكذا. اقدر طبعا بالاله الحاسبه الكيوهات دي كلها موجوده معايا، خلي بالكم احط الكيوهات اللي موجوده معايا كلا باشارته، ثم اروح اعوض يطلع لي في الاخر الناتج بتاعي ب 13 و 37 نانو جول. المثال ده هل في حد مش فاهمه او مش واضح بالنسبه له؟ لو حد مش فاهمه يقول لي واحنا نقوله تاني. حد مش فاهم المثال ده يا باشمهندسين؟ يا شبابنا احنا فاهمين تمام. اجيب ال V1 وال V2 وال V3 ازاي تاني ال V1 ده يا باشمهندس اساسه كان ايه؟ بص كده تعالى افكرك. شايف هنا ال V1؟ الفي واحد اللي هو فرق الجهد بين النقطة واحد أو بين الشحنة الأولى وتأثير الشحنات الباقية عليها، اللي هو يبقى اسمه في واحد نتيجة تأثير الشحنة اللي رقم اتنين عليها، يبقى في واحد اتنين زائد طالما أنت معاك في شحنة تالتة يا باشمهندس يبقى في واحد نتيجة تأثير الشحنة التالتة عليها. فاهمني؟ يعني أنت دلوقتي معاك في السيستم كام شحنة؟ معاك دلوقتي في المسألة ثلاث شحنات، وانت بتجيب في واحد، يعني اكني في واحد يعني انت واقف عند الشحنة رقم واحد وبتسأل مين اللي بيأثر على واحد؟ هتلاقي اتنين وتلاتة. اذا هيبقى في واحد نتيجة تأثير الشحنة التانية او فرق الجهد بين واحد وبين النقطة التانية، وبرضو كمان في واحد وبين النقطة وبين الشحنة التالتة اللي هو في واحد ايه؟ تلاتة. طب تعالى معايا اجيب في اتنين ده ازاي؟ في 2 ده اصلا اساسه هو عبارة عن 2 في مجموعين. طب اجيب الفي دي ازاي يا باشمهندس؟ ها اجيب في 2 ده ازاي؟ اللي هو عبارة عن الجهد اللي عندي نقطة 2 نتيجة تأثير الشحنة اللي بواحد عليه، زائد برضو الجهد اللي عندي الشحنة 2 نتيجة تأثير الشحنة التالتة عليه. طب برضو اجيب في 3 ازاي؟ هو عبارة عن الجهد اللي عندي 3 بس نتيجة التأثير اللي حواليه عليه اللي هو الشحنة الأولى عليه،
زائد في 3 نتيجة تأثير الشحنة التانية عليه. طب قانون الفي ده، قانون الفي ده ما احنا لسه واخدينه من شوية، اللي هو عبارة عن مين؟ الكيو على 4 باي اهو، كيو على 4 باي ايبسل النوت في الاهر. تمام. بس كده. طب جينا في حتة في جزئية تانية معانا، وقلنا الحتة دي بس يعني ايه للعلم بالشيء كده ولا الجهل به، وهي حتة ان كنا من شوية لو انتوا فاكرين كان في عالم اسمه ماكسويل، وماكسويل دوت قال لنا ان الرو في هي هتبقى عبارة عن مين؟ عن الدايفرجن بتاع دي. فاكرين في مثال كنا حلينه من شوية باشمهندسين، كان طالب مننا كذا مطلوب كده، اللي هو كان مديك الفي وقال لك انا عايز الفي عند نقطة وعايز الاي وعايز مش عارفة الدي وعايز الرو في. طب الرو في دي اصلا اساسها كانت جايه منين؟ كانت جايه من قانون، من معادله اسمها معادله ماكسويل. بيقول لنا العالم ماكسويل ده بيقول لنا الرو في دي اقدر احسبها ازاي؟ من خلال الدايفرجن بتاع الدي، يعني اللي هو من خلال ان انا بضرب النبله ضرب دوت في الدي. ده القانون المهم اللي موجود معايا في السلايد ده. ده طبعا شويه خصائص من خصائص الدايفرجن، بيقول لك اما الدايفرجن يخش على حاجتين مضروبين بنوزعه ازاي والكلام دوت. دي بس حاجات للعلم بالشيء ولا الجهل به. وبرضو ده كله، كل الكلام اللي انت اشتغلته في المحاضرة ده كلاته، بس حضرتك عايز تبص عليه ما فيش مشكلة. المهم في الاخر كل اللي احنا عايزينه من حضرتك ان انت تبقى عارف ان في الاخر خالص ان الشغل بتاعي هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن قانون لسه واخدينه من شوية، الشغل اللي هو عبارة عن نص. لو انت فاكر نص مين بقى؟ اهو قانون الاساس اللي احنا ثابتينه من شوية. اه الشغل عبارة عن نص سميشن الكيو في الفي. وكمان في الحتة التانية اللي هو بيقول لي في الجنرال كيس ان هو ممكن اقول لك الشغل هي عبارة عن نص الدي، الدي ده اللي هو الفلوكس دينستي لو انتوا فاكرين، ضرب دوت في الاي. القانونين دول مهمين جدا جدا. طبعا هو هنا قال لك ان انا الدي دي ممكن افكها الابسلون نوت في الاي، بقت ساعتها اي في الاي بقت اي سكوير، مفيش مشكله خالص. دول بس اللي انا محتاجه حضرتك تكون عارفهم في الشابتر اللي موجود معانا ده. بس الشابتر ده فيه مثال مهم جدا اهوت، المثال اللي موجود معانا اللي هو بتاع ان انا احسم الانرجي او التوتال انرجي نتيجه ان انت معاك اكتر من شحنه موجوده، تقدر تحسب التوتال ورك او التوتال انرجي بهذا الشكل. صعب الكلام ده يا باشمهندسين؟ ها لا لا فاهمين تمام. طيب دكتور ايه مكرره علينا اثباتات في الجزئيه اللي انا بشرحه دلوقتي؟ انت يعتبر ما فيش اثباتات موجوده معاك دلوقتي الا يعني في اللي انا شرحته لك من شويه ده، هو الاثبات الوحيد اللي هو عليك في السلايد دي، الاثبات بتاع الانرجي. اما اجي اقول لك فاكرين اثبات الانرجي او اثبات الشغل بتاع نتيجه الثلاث شحنات دول اللي هو في الاخر ده، الاثبات ده الاثبات ده اساسه جه منين يا باشمهندسين؟ اساسه جه من ان انا ارسم رسمه كده اهو واقول لك ان انا عندي كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 موجودين في الانفينيتي وتبتدي تنقلهم لي، فبتجيب لي التوتال ورك بهذا القانون. ثم تعمل ايه بعد كده يا باشمهندس؟ ثم تعكس. يعني ايه تعكس؟ يعني تنقل الثالثه الاول ثم الثانيه ثم الاولى، ويبقى معاك معادلتين تجمعهم يطلع لك القانون بتاعنا ده، اللي هو نقسم على الاثنين نطلع قانون الشغل بتاعي اللي هو عباره عن نص الكيو في الفي. ده الاثبات اللي هنا موجود معاك اللي ممكن معرض ان هو يجي لك في الامتحان. بس كده، واظن احنا شرحناه بالتفصيل اهوت، مفيش فيه اي حاجه صعبه. جينا بعد كده في المحاضرة اللي بعد كده، وهي بتتكلم على الستوك سيورين. وممكن نخلينا لو احنا ممكن نشرح من اول المحاضرة دي للي بعد كده نشرحها في مرة تانية يكون افضل، عشان الناس برضو ما تتعبش معانا، لان الساعة دلوقتي بقت الساعة 9، يعني بقالنا ساعتين، فممكن الناس تكون تعبت ولا حاجة. فلو عايزين المحاضرة دي عايزين ان احنا ناخد في اجتماع تاني ماشي، تدوني الوقت قرار. عايزين ان انا دلوقتي اسجلها لكم وابعتها لكم، مفيش ادنى مشكلة، سواء المحاضرة 9 والعشرة اللي انتوا خدتوهم براحتكم، يعني اللي انتوا عايزينه. الناس تديني قرار الوقت، تحبوا ان احنا نعمل اجتماع تاني اونلاين ولا اسجلهم وابعت لكم اللينك وانتوا تبقوا تسمعوهم مفيش مشكله، ولو حد عنده اسئله ممكن يبعت لي. ماشي خلاص، حضرتك تسجليهم وبعد كده تبعتهم لنا. خلاص ماشي يا محمد. طب الموافق على الكلام ده يرفع ايده.
لا مش ترفع ايدك ان انت وانت قاعد في بيتك ترفع ايدك انت. لا في هنا ايوه اللي هو بتعرف الايد دي بالظبط كده. بسم الله ما شاء الله، ده عدد صغير خالص، ده تقريبا اللي رافع ايده. ايوه ايوه كرولوس رفع، ومينا نبيل رفع، ها والباقي مش ناوي يرفع، ولا الباقي مش معانا اصلا زمانهم ناموا وشدوا اللحاف. اه لا بسم الله ما شاء الله، وهبه رفعت اهيت، واميره رفعت، وآلاء ولا علاء؟ آلاء احمد ولا علاء احمد اللي هو داخل؟ آلاء ماشي داخله كجست مش من حسابها ماشي. طيب تمام خلاص. بصوا يا شباب انا هسجل لكم المحاضره ان شاء الله على الجزئيه اللي فاضله اللي هي من اول الاستوكسيوريم وبواسون واللابلاس. تمام المحاضرتين دول هسجله لكم حاضر، وما تقلقوش خالص زي ما انا قلت لحضراتكم قبل كده ان انت ذاكر المحاضرات اللي انت خدتها، وباذن الله مش هتلاقي الامتحان بره الحاجه اللي انت خدتها ابدا، هتلاقي الحاجات اللي انت مذاكرها بنفسك وحللها بايدك هي دي اللي موجوده معاك. اهم حاجه تكون فاهم انت ماشي ازاي وفاهم شغلك احنا كنا بنقول ايه، ده بس اللي يهمك. بالنسبه لدرجاتكم برضو حابه اعرف للناس الدرجات، هعلنها لكم كلكم عشان يبقوا انتوا على علم بيها. الدرجات لو انتوا فاكرين احنا كنا في امتحاننا الامتحان كان متعلم من 20 صح، وكان اعلى واحد كان جايب 17. اللي انا عملته ان انا زودت الدفعة كلها 3 درجات ثم قسمت على الاثنين عشان اخلي درجة الميد ترم من 10، بس زودت الاول الكل 3 درجات على اللي هو جايبه. يعني لو انت عايز تعرف من الاخر انت جايب كام في الميد ترم نفسه، حضرتك شوف الدرجة اللي انت كنت قبل كده جايبها كام وزود عليها 3 واقسم على الاثنين، لو رقم صحيح يبقى هو ده الرقم اللي انت خدته، لو رقم كسر يعني حاجة ونص بنرفعه للي اعلى، يعني اللي ونص بنزوده النص اللي فوقيه. تمام دون العشر درجات الاولانيين بتوع الميد ترم، في 10 درجات تانيين بتوع اعلى 4 كويزات، انت خدت 5 كويزات منهم اخر كويز اللي هو الخامس اللي كان مع الدكتورة ايمان. فاذا معايا 5 كويزات باخد لحضرتك اعلى 4 كويزات فيهم، ودون بيبقوا ال10 درجات التانيين. ال10 درجات التالتين الشيت اللي انا طلبته من حضرتك، يبقى اذا كده اعمال السنة بتاعتك من 30، وبرضه هنزلكم على الجروب الناس جايبة كام من 30، او هنزلها لكم مفصلة كل واحد جايب كام في الكويز ده وجايب كام في الميد ترم وجايب كام في الشيت، وبالتالي الدرجة الكلية تبقى انت داخل الامتحان عارف جايب كام من 30 في اعمال السنة، ويبقى لك 70، يبقى لك 70 درجة فاينل إن شاء الله. أظن أنا عملت معاكم يعني الواجب عشان لو الوجوه ما تقابلتش تاني، فأنا عملت معاكم اللي أقدر عليه في إن أعمال السنة إن شاء الله ال30 يعني تقريبا تكون أعلى درجة أنت واخدها في أعمال السنة اللي هي درجة من 30. أنت بقى دورك إنك تجتهد في ال70 اللي فاتت. يعني اجتهدوا في 70 درجة اللي فاضلين اللي هو الامتحان الفاينل يا باشمهندسين، واحنا متفقين انه مش هتيجي فيه حاجة جديدة ولا حاجة غريبة ولا حاجة انت ما خدتهاش، لا هتلاقيها كلها حاجات انت واخدها ان شاء الله، وربنا يوفقكم يا رب جميعا، وان شاء الله نتقابل بكرة في المحاضرة الاخيرة، وان شاء الله يكون يعني افضل لقاء باذن الله، ونتقابل بعد الفاينل كده ان شاء الله ونتيجتكم طالعه، وكلكم تبشروني انه بسم الله ما شاء الله جايبين امتيازات ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. ان شاء الله يا باشمهندس. ان شاء الله. بتقولوا ايه؟ بنحضر الساعه كده. ايه ربنا يخليك يا رب، وربنا يوفقكم جميعا يا رب العالمين. المحاضره الساعه 12. طب يلا مش عايزين اي حاجه. الله يعزك بكره يا دكتور. نعم حضرتك في كويز بكره ولا كده خلاص؟ لا 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 مفيش كويزات، كفايه كده. الراجل اللي فاتح الكاميرا اقفل يا ابني الكاميرا يا ابني، اقفل يا ابني بلاش فضايح يا ابني. لا ان شاء الله مفيش كويزات، كفايه كويزات كده. بكره محاضره بس على اخر جزئيه معانا في المنهج ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا لحضرتك. عايزين نعرف نظام الامتحان يا دكتور. نعم عايزين نعرف نظام الامتحان. نظام الامتحان هيكون معاك 5 أسئلة، كل سؤال فيه مسألة
هيبقى معاك جزئية بسيطة جدا، يا إما إثبات يا إما سؤال نظري صغير أكمل زي اللي انتوا يعني شفتوه في الميد ترم كده، أو يا إما إثبات حاجة بسيطة يعني مسائل على الحاجات اللي انت واخدها كلها. شوف بقى كل محاضرة ايه المسائل اللي فيها نوعيات المسائل ومش هتطلع عنها ان شاء الله. خمس أسئلة بإذن الله، كل سؤال في مسألة وفي جزء نظري، في جزء نظري وفي مسألة عليها، تمام؟ إن شاء الله. طب إن شاء بالنسبة الله لو واحد ما حضرش الكويزات كلها ممكن يمتحن حاجة الأسبوع ده ولا خلاص كده؟ كلها ما امتحنتش كله خلص ولا واحد؟ امتحنت اتنين في المحاضرة. اتنين في المحاضرة. طب يبقى تعالى لنا بعد المحاضرة ان شاء الله بكرة بإذن الله واحنا نشوف معاك كده نحاول نعوض لك حاجة. خلاص ماشي. تمام ماشي يا باشمهندس، اشوفكم على خير ان شاء الله يا باشمهندس. نعم بعد اذنك. اتفضلي. ينفع الجزء بتاع بكرة يتسجل في الميتنج كمان يعني لحضرتك تشرحي بحيث لو انا ما جيتش بكرة المحاضرة يعني الجاية بتاع بكرة؟ حاضر من عيني. حاضر. شكرا لحضرتك. لا تحت امرك يا باشمهندس، تحت امرك. ماشي يا باشمهندس، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. الله يسلمكم، مع الف سلامه.